بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع ملوك الصالات. في بدايه لقائنا النهارده بننعى بكل الحزن وفاه سباحنا مواليد 99 عمر زياد. الحقيقه منذ اسابيع قليله تلقينا صدمه، كانت طبعا وفاه لاعبه او ناشئه كره اليد حبيبه حسن. الحقيقه ما لحقناش نفوق من هذه الصدمه وتلقينا امبارح خبر وفاه عمر زياد السباح النادي الاهلي اثناء عودته من جامعته مع اصدقائه. حادث في منطقة التجمع يعني أدى لوفاة عمر، ربنا يرحمه. الحقيقة يعني الصدمة كانت علينا كبيرة جدا، وأكيد طبعا النادي الأهلي بمجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب وقناة النادي الأهلي أيضا وكل النادي الأهلي بجماهيره بننعى كل الحزن وفاة هذا السباح. الحقيقة بتبقى الصدمة كبيرة لما بيكون الشاب لسه في مقتبل حياته، أولى جامعة، مشهود له بالأدب والأخلاق والكفاءة وكل حاجة. يعني عمر الحقيقة من أسرة حتى كل النادي يعرفها وكل النادي عارف قد ايه عمر متربي. الله يرحمك عمر. ما عندناش حاجه نقولها لانه الوفاه دي بملك ربنا سبحانه وتعالى، اعمارنا هي ملك الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا الحزن طبعا ده ما نقدرش ابدا نتكلم فيه. الحقيقه طبعا ربنا يصبر والده ووالدته واخته الحقيقه، لانه الصدمه جامده، وخاصه لما بيكون الوفاه مفاجاه خلال حادث سير اليم زي ده. ربنا يرحمك عمر، وما عندناش حاجه نقولها غير انه طبعا ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله، وان لله وان اليه راجعون. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الصدمه بتكون كبيره جدا وضخمه وبتقع علينا بقوه لما بنلاقي شاب او شابه في مقتبل حياتها او ناشئ صغير ومعروف له بالادب والاخلاق زي عمر. الحقيقه بتبقى الصدمه كبيره جدا، احنا مش عارفين نقول ايه، يعني صدمه صعبه. وحتى وقعت على مجلس اداره النادي الاهلي امبارح في السوشيال ميديا كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بينعوا بكل حزن، لان الحقيقه عمر حتى يعني كل النادي عارف ان هو اخلاقه عاليه وهو محبوب من الكل، فبتبقى الصدمه صعبه. بس نرجع ونقول ان هو ده قضاء ربنا وقدره، واحنا بنحترم وبنؤمن بالقضاء والقدر. واحنا النهارده كاميرا ملوك الصالات كانت اكيد موجوده في لحظات يعني وداع عمر مع اهله واحبائه، وكاميرا القناه كانت هناك. خلينا نشوف التقرير ده طبعا في لحظات وداع عمر، وارجع لحضراتكم تاني. الشخصيات المحترمه، سباح متميز، كان راجع من جامعته على طريق ال NA توفاه الله في حادثه سياره. احنا طبعا كلنا وليه اختين بنات برضو سباحات عندنا في النادي الاهلي من السباحات المتميزات، وربنا يصبر اهله ويصبرنا جميعا، وان شاء الله بمشيئه الله في الجنه. وده حال الدنيا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. خالص عزائنا لاسره المتوفي عمر زياد. عمر سامحني مش قادر اتكلم، بس ربنا يرحمه ويغفر له. كان من الشباب اللي هم محدش يسمع له صوت خالص في التدريبات، يكون محبوب ما بين السباحين في البطولات في كل حاجه. ربنا يرحمه ويغفر له، ربنا يجعله من الشهداء ان شاء الله باذن الرحمن. كان انسان جميل يعني، هو اكيد ارتاح يعني، مش هنساه يعني، محدش هنساه. هو كان انسان جميل، انسان طيب جدا، الناس كلها بتحبه، الله يرحمه. عمر كان صديقي في المدرسه قبل ما يكون صديقي في السباحه، وربنا يرحمه ويثبته عند السؤال. عمر انت رحت في مكان احسن، وكلنا ان شاء الله هنجيلك، وان شاء الله كله في ميزان حسناتك، وان شاء الله في الجنه ونعيمها، وربنا يصبر اهله ان شاء الله بمشيئه الله. نقعد نهزر مع بعض، وكان سباح كويس، وكان
كانش بيأذي حد ولا اي حاجه، ما كانش يزعل من حد، كان على طول مبسوط وبيضحك ووشه بشوش يعني، ما كانش بيشيل من حد وقال الحمد لله الله يرحمه. ربنا يرحمك عمر، وربنا يصبر اهلك باباك ومامتك واختك. الحقيقه يعني نقول ايه، نقول طبعا ان ده يعني حدث جلل الحقيقه، لما الواحد بيلاقي شاب حتى اصحابه بيتكلموا عنه بكل حب. اكيد هو ان شاء الله في مكان احسن، اكيد هندعي له بالمغفره والرحمه، واكيد ربنا ان شاء الله يصبر اهله. هو سافر واحنا اكيد كلنا مفيش حد يخلد في الدنيا، اكيد احنا رايحين له، زي ما شفنا كابتن وائل عزت قال هو مسافر واحنا رايحين له. هو ده عزائنا الوحيد، ان مفيش حد بيخلد في الدنيا، وان احنا ان شاء الله الى ذهاب كلنا اكيد هنتقابل في يوم من الايام. ربنا يرحمك عمر ويغفر اليك ويصبر اهلك باباك ومامتك واختك. الحقيقه ارجع لموضوع حلقتنا النهارده، طبعا كره السله ناشئين او ناشئات الفتره اللي فاتت شافت طفره كبيره الحقيقه، كان اخرهم واخر الاحداث اللي حصلت فوز 16 سنه ناشئين بقياده الكابتن احمد الجرحي بطوله القاهره اللي اقيمت على ملعب نادي الاهلي في صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا توج بيها للقب ده، تاني لقب يفوز به النادي الاهلي بعد دوري المرتبط. الحقيقه وادوا اداء رائع بقياده الكابتن احمد الجرحي، النهارده بيتوجوا ايضا ببطوله القاهره. يمكن بطوله القاهره كمان زي ما قلنا بتبقى بطوله قويه، لان بتغيب عنها انديه اسكندريه فقط، بيكون نادي او اتنين، ولكن بتعتبر بطوله قويه بتبقى مضغوطه في ايام قليله. الحقيقه ارحب بضيوف اللي في الاستوديو طبعا، منورين الكابتن احمد الجرحي المدير الفني طبعا فريق 16 سنه، برحب بيك في الاستوديو يا كابتن. اهلا كابتن ايسر، اهلا بحضرتك. وبرحب مؤمن طارق احد ابرز اللاعبين في الفريق والحقيقه، واللي فاز كمان بكاس هداف الرمية الثلاثيه وكاس طول. اهلا بيك يا مؤمن. اهلا بيك يا كابتن ايسر، منورنا. من حضرتك. وبرحب بلاعب الفريق محمد حازم، طبعا من احسن اللاعبين، والحقيقه اللي كان مرشح بجداره يكون افضل لاعب بالبطوله، ولكن الكاس على اخر لحظه تم الغائه، عشان يمكن كان النادي الاهلي امتلك كل الكؤوس، فيمكن الكاس ده ما كانش فارق كتير جدا مع النادي الاهلي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك، ومبروك واداء مميز. اهم من الكاس اداء الناس وكلام الناس عنك يا محمد. الحقيقه اروح لكابتن احمد ونتكلم عن طبعا الحدث الجلل النهارده، الاهم وفاه عمر. يعني الحقيقه الواحد بيحزن، واكيد الحزن مالي النادي الاهلي طبعا بوفاه عمر. طبعا اسمع تقرير حضرتك يا كابتن. لا احنا طبعا بنعزي نفسينا في عمر، كل الناس بتشهد له في النادي ان هو اخلاقه عاليه، سباح متميز، يعني ربنا يصبر اهله ويصبرنا كلنا ويصبر النادي كله. ان شاء الله يكون في مكان احسن دلوقتي، تكون دي احسن ايامه، يعني يكون مرتاح، ويكون يعني احنا كلنا ما عملش حاجه يعني في حياته خالص، هو طبعًا يعني لسه طبعًا يعني 19 سنه ولا 18 سنه الحقيقه، يعني لسه سايب مرحله الطفوله من 3 4 سنين بالظبط. دي حاجه بتبقى مؤثره جدا يا كابتن هيثم، ويعني وبتبقى يعني مثال لكل اولادنا، يعني زي حازم ومؤمن، ان الدنيا ما لهاش علاقه في سن موضوع، يعني انت لازم تبقى ترضي نفسك وترضي ربنا الاول في كل اعمالك، في دراستك، في شغلك، في حياتك. صحيح. وربنا يصبر اهله ويصبرنا. المشكله كمان بلغوني ان والدته يعني في حاله صعبه جدا جدا. طبعا يعني طبعا دي والدته في حاله صعبه يعني، اكيد هو اغلى حاجه عندها في حياتها، ربنا يصبرها. واصعب حاجه في الدنيا لما بتفقد حد من اسرتك بالذات. صحيح، ربنا يرحمه اكيد ان شاء الله يكون في مكان احسن. يعني نطلع من لموضوعنا طبعا، الحدث فوزك ببطوله القاهره يا كابتن احمد، الحقيقه انجاز كبير. كان في مباريات صعبه، لعبنا نادي الجزيره، لعبنا نادي مصر للتامين، مباريات كانت كتير قويه على ملعبنا. بالزبط. يمكن بيبقى صعوبتها كمانها على ملعبك. بالزبط. النادي كله بيتفرج عليك، يمكن ما توفقناش قبل كده في بطوله او اتنين كانت على ملعبنا، فكان في ضغط اكتر ان انت محتاج تكسب البطوله دي. بالزبط. كلمنا عن البطوله، كلمنا عن كم مباراه، كلمنا عن رحله البطوله يا كابتن احمد. والله يا كابتن ايسر البطوله دي كانت صعبه جدا، خصوصا ان احنا الفتره ما بين دوري المرتبط وما بين بطوله القاهره
دي فترة امتحانات ومذاكرة ودروس، والولاد طبعا ضحوا كتير جدا عشان دوري مرتبط. صحيح. فما كنتش قادر اضغط عليهم بالشكل الكبير زي فترة دوري مرتبط، يا دوبك كنا بننسق طبعا، بنتمرن تقريبا كل يوم بس التركيز برضو يعني في المذاكرة واخد جزء كبير من تفكيرهم. صحيح. فطبعا نظمنا اوقات التمرين، اتمرنا كويس. يمكن كان اصعب حاجة بالنسبة لك اول مباراة مع مصر الجديد؟ بالظبط، لان ما لعبناش ماتشات من دوري المرتبط الاول ماتش، ولا ماتشات ودية، ما قدرناش حتى نعمل ماتشات ودية، ما كانش فيه فرقه راضيه تلعب، فما لعبناش ماتش. يعني عندهم نفس المشاكل بتاعه الفرقه، الامتحانات ودروس برضه. فدخلنا ماتش مصر التمرين، فرقه متميزه جدا بقياده كابتن حامد، عملوا معانا مباراه كبيره. وجهه نظري الشخصيه ان مصر التامين يعني في المباراه دي كانت تعتبر هي الافضل، لكن طبعا بس الخبرات طبعا انت عارف طبعا النادي الاهلي الحمد لله يعني دي سمه الفرقه كبيره، ان حتى وانت مش في يومك بتعرف ان انت. صحيح. ما بقول لك هي دي الخبرات تفوز بالماتش. لعبنا بعديها مع مدينه نصر ووادي دجله، الفرقتين يعني ادوا في حدود امكانياتهم، ظروفهم طبعا مش نفس ظروفنا، خاصه ان برضو وادي دجله ضمنا 2 لعيبه. بالظبط، وادي دجله احنا ضمنا 2 من وادي دجله، والجزيره افضل لاعب في الجزيره ضموه من وادي دجله، فطبعا وادي دجله يعني وصوله للمرحله دي هو انجاز في حد ذاته. نادي مدينه نصر وصوله للنهائيات على حساب نادي الشمس بالاخص انجاز كبير، فريق مجتهد. نوصل بعديها لنادي الجيش، فرقه من الفرق الكبيره اللي لعبت ماتشات كتير في دوري مرتبط، خسرت من الجزيره باسكت في اخر ثانيه، لكن الحمد لله دي من الماتشات الكبيره اللي عملناها في البطوله، الاولاد نفذوا التعليمات بنسبه 80-90%، ما شاء الله قدرنا ان احنا نفوز بفرق كبير قوي 30 نقطه. في ما كانش متوقع طبعا، ما كانش متوقع خالص، ولا كان كل الناس جايه ان الماتش ده هيخلص في اخر. صحيح. دقيقه مثلا مع صفاره الحكم، بس الحمد لله قدرنا نعمل مباراه كبيره. وصلنا للفاينل مع نادي الجزيره، وهو كان برضو نفسه هو الفاينل مع دوري مرتبط. كابتن اسامه السيد المدير الفني الحقيقه بصراحه عامل معاهم شغل كويس قوي، كابتن اسامه، والولاد بتتطور جدا معاه ومستواهم عالي كمان عن دوري المرتبط. لكن الحمد لله يعني وجودنا في ملعبنا، بالرغم ان فعلا زي ما حضرتك قلت ده انا اول مره يعني كسبت الحمد لله مع النادي بطولات كتير، لكن وجود البطوله داخل النادي ده ضغط كبير جدا الواحد ما كانش حاسس بيه الا ساعه الماتش. صحيح، في انا ساعه ماتش حاسين يعني الاهلي كله قاعد بيتفرج عليك وانت مطالب تكسب، لا قدر الله واي حاجه حصلت الموضوع صعب، وربنا كان مأخر لنا المكسب لاخر دقيقه ونص، والحمد لله يعني ان احنا توجنا بالبطوله، لان الولاد تعبوا جدا. وانا كنت قايل لهم قبل البطوله ان دوري مرتبط ده اتكتب في التاريخ، ماضي. صحيح. خلاص عدى، النادي الاهلي على طول احنا بنبص للي بعده. يعني الكلام ده كان كلام برده كابتن محمود الخطيب في التكريم، قال نفس الكلام، قال لك اي بطوله تخش النادي الاهلي بقى تاريخ خلاص. بالظبط، عشان نبص على اللي جاي. بالظبط، هو انت كلامك بياكد كلام كابتن محمود الخطيب. طبعا بنبص على اللي بعده، لان خلاص يعني تاريخ النادي الاهلي كبير وممكن احنا نزود نقطه فيه، فاحنا على طول عايزين يعني على طول، سواء اعضاء سواء جماهير سواء لعيبه سواء مدربين، هو صحيح. الهدف بتاعنا ان احنا على طول باصين ايه اللي جاي. صحيح يا كابتن، ودي برده حاجه عجباني فيك ان انت دايما عايز بطولات ودايما باصص للاحسن. خلينا نروح لمؤمن ابن الوز عوامه. مؤمن يعني انت طبعا ابن كابتن طارق خيري، زميل الملاعب معايا، وطبعا هو من احد نجوم مصر، وكان مميز بالرميه الثلاثيه برده. يعني انت مش ما بنقولش ابن الوز عوامه لما بنقول احنا عارفين ايه. كلمني عن ادائك في البطوله دي، يمكن أدائك بيعلى، خلينا نقول من المباراة لمباراة، من البطولة لبطولة، كنت شايفك الماتشات دي مركز. كلمني دخلت البطولة دي ازاي، وكان عندك كنت مصدق ان انت ممكن تاخد هداف التاتا بونت او هداف البطولة ولا لا؟ لا هو الحمد لله احنا يعني داخلين البطولة كلنا مركزين ان احنا بطولة ملعبنا، ولازم ما نخرجش حاجة بره النادي. يعني لما البطولة جت ملعبنا خلاص مش هتطلع بره النادي، لازم احنا اللي هناخدها. فاللي حصل في ماتش التأمين ان احنا درو جيم، و اللي هو اول ماتش لعبناه، وفاضل 11 ثانية و17 ثانية وبنغلط وفرق بونت، فاديتنا ثقة لما احنا كسبنا، بقينا داخلين الماتشات اللي بعديها. نعم، كان الماتش ده كان مهم جدا. كان اهم، كان هي البطولة كلها، كان هي البطولة كلها فعلا. ف لما كسبنا الحمد لله خدنا الثقة، فاتفرجنا على الماتشات اللي بعديها، الجيش والجزيرة، خلص باسكت للجزيرة في اخر ثانية، فبيبقى في اللي هو الناس كلها جايه تتفرج على اهلي وجيش، هيبقى الماتش ايكوال لحد اخر 30 ثانيه على الاقل، او لحد الصفاره، لان خاصه الجيش طلع باسكت مع الجزيره، مع الجزيره والاهلي والجزيره لاعبين نهائي مرتبط، فيبقى الماتش جامد. ما حدش توقع ان الاهلي هيقدر يعني يعمل كده، يعمل اللي هو عمله. انتوا فايقين قوي انتوا في الماتش ده؟ طبعا فايقين، ونفذنا التعليمات بالحرف، ويعني زي ايه التعليمات مثلا كابتن احمد رمضان؟
يعني احنا كابتن احمد قبل الماتش قال لنا ركزوا في ماتش النهارده وادانا تعليمات على حاجات معينه ما وكلمنا على ماتش الجزيره قال لنا مالكوش دعوه ماتش الجزيره الماتش ده هو اللي هيوديكم ماتش الجزيره فبالتالي الفرقه كلها نازله بنشجع بعض وبنسخن بروح عاليه جدا في ماتش الجيش لما لقينا ان الجزيره قاعدين بيتفرجوا قلنا طب خلاص احنا نخضهم يعني احنا هم طلعوا معاهم باسكت ندي رساله للفرقه اللي لعبت في ان احنا مش سهلين احنا طلعنا من التامين باسكت بس احنا لا احنا فرقه احنا يعتبر اقوى فرقه في مصر فالحمد لله ربنا يعني اراد ان احنا نعلم يعني نعلم الفرق برضو ان الاهلي مش سهل في الماتش ده كان بونت ما مش فاكر, مش فاكر. يعني أوه. بس هو كل حاجه بمساعده الفرقه صح يعني عليك صح. لو طبعا مش هتقدر تعمل ده من لوحدك بالظبط يعني حازم برضو كان بيديني بعض الكور فهو ربنا بيساعد برضو طب وقول لي ثلاثه بونت يمكن الحلقه برضو ساعدنا برضو الحلقه حلوه بتاع الصاد ولا ايه هو الحلقه حلوه بس احنا اقل فرقه جايبين ثلاثه بونت في البطوله حقيقي اقل فرقه رغم يعني ومع ذلك الحمد لله بطل هي حلقتنا احنا متعودين عليها ما احنا اقل فرقه الضغط العصبي خد بالك برضو هو ربنا اراد ان احنا خلاص ما فيش حاجه تطلع بره النادي يعني طب سيبك بقى بعيد عن الكواليس بقى والكاميرات ما حدش سمعنا خالص بابا بيقول لك حاجه كده بيجيبك على جنب يقول لك في حاجه دايما يقول لك خد بالك قبل ماتش اعمل كذا ولا سايبك كده براحتك احيانا لا مش احيانا مش دايما طب ايه اللي بيقول لك احيانا في احيانا في بعض لا الاوقات قول بعض الاوقات يقول لي ما تطلعش الكوره من ايدك يعني بيبقى ساعات عايزنا ان بس انا ما يعني لا هو مش كده هو بيقصده يقول ايه ان انت ممكن تبقى عندك احتمال تباصي الكوره مثلا ايوه بالظبط وممكن يكون شايف ان انت عندك الامكانيه ان انت تخلص فبيقول لك خلص ليه لان ده مستحيل في فرقتك خلي بالك في بعض الاوقات بيقول لي كده كابتن طارق خيري وهو لعيب انت طبعا كنت صغير احنا لعبنا معاه احنا اللي نحكي لك كابتن طارق كان يمكن ممكن في الماتش كله يطلع حاطط 4 5 بونت ومخلي فرقته كل واحد جنبه حاطط 20 بونت وفي ماتشات يبقى طالع هو حاطط 30 بونت فهو كان عنده من الكياسه حتى في المنتخب كان عنده كياسه وهو الدور اللي قام بيه كده كان محمد حازم هو هو اللي كان طالع كده اغلب الماتشات ما جابش السكور اللي بيجيبه في المرتبط بس هو اللي بيدينا اسيست هو اللي بيدينا الفرصه صحيح. ان احنا نلعب على الباسكت طالما مش ماشيه معاه برافو عليك انا اطلع من كلامك لمحمد يعني حتى مؤمن بيه يعني كل كلامه زمايلي كل كلامه لا محمد الروح دي حلوه يا محمد وحتى انت صانع الالعاب في الفرقه لو ما شغلش فرقته يزعل طبعا هو صانع الالعاب هو اللي بيصنع الكور يعني ما ينفعش انا اقدر ان ينفعش صحيح طب قول لي بقى انت لما الناس بتقول لك انت حق ربنا تاخد افضل لاعب يعني احنا تابعنا المباريات وشفنا واحنا بنقول بمنتهى الحياديه والله يعني اكيد كنت منتظر تاخد كاس اكيد كل واحد بيبقى يعني فرق معاك الموضوع ده ولا انت المهم عندك اللي احنا كسبنا حتى كابتن احمد علي كان جاي ساعتها وقال لي تاخد جايزه احسن لاعب ومش عارف ايه وبعد كده قال لي بعديها بدقيقه او دقيقتين قال لي مش هتنفع مش عارف عشان الجزيره اعترض الكابتن احمد علي كابتن احمد علي المذيع اللي احمد علي مباريات احمد مناع احمد مناع اللي بيذيع المباريات جه قال لي كان بالظبط انا قلت له خلاص مشكله ما كنتش عادي يعني بس خلص عادي بس انت يعني معلش في اول بطوله يمكن انت محمد مستواك برده زي مؤمن بامانه انا بتكلم ان انت مستواك من مباراه لمباراه بيعلى حقيقة وشفنا على ماتشات المرتبط ده كابتن حسن طبعا الاعداد البدني والاعداد معاك في الفرقه بالظبط هو شكل مورينيو والعلاج الطبيعي مورينيو احنا مسمينه مورينيو لا بجد يعني يا جماعه لو تجيبوا لنا صوره كابتن حسن تاني شكل بس على فكره صراحه كابتن حسن بيقوم معانا مجهود يعني بعيدا عن الاعداد البدني مورينيو بص حتى نفس يعني لو والله لو لبس زي مورينيو كده ممكن يقول ده واقف في كابتن حسن بتلاقيه في اي حاجه في الاعداد البدني في الاداريات في صراحه يعني اي مكان محتاج اي دعم هتلاقي كابتن حسن موجود في المدرجات كان هيتجنن كابتن حسن زي كان لعيب يعني كانه زي ما يكون هو كابتن احمد هو بيخاف علينا جدا لا انا عارف كابتن حسن انا بشوفه في الماتشات وبشوف كل حته ربنا يكرمه وليه دور كبير طب خليني اقول يا محمد انت يمكن مع النادي الاهلي حاسس بفرق في اللعب مع النادي الاهلي حاسس قول لي يعني كلمني طبعا النادي الاهلي احنا متعودين قبل اي ماتش قبل حاجه روح واحده يعني اللعب بره النادي كان جوه النادي حتى مثلا الاثنين اللي قلنا يحيى وكريم بيقول لنا احنا انتوا في نعمه انتوا عايزين في نعمه يحيى وكريم اللي جم من نادي وادي دجله وكانوا ضيوفنا هنا في ملوك السراي هم اول ما دخلوا النادي بقوا خايفين على اي ماتش خايفين على اي مش عايزين يضيعوا فرصه يعني بقوا يعيطوا بعد الماتشات ده كانش يحصل في دجله طبعا لانهم ما كانوش متعودين فالنادي الاهلي اللي بيجي النادي الاهلي بيغيروا في اي حاجه طبعا فانيلا بتغير طب قول لي انت يعني مستواك اللي ظهرت بيه كويس ده اكيد ان شاء الله المنتخب يعني اكيد هتبقى ليك مكان فيه اكيد ان شاء الله بالمستوى ده طموحاتك ايه مع المنتخب حابب تخش افريقيا وكاس عالم يعني طبعا ان شاء الله اللعيب المهاري ده على فكره عمله نادره خلي بالك مؤمن كان بيلعب وينج جارد قبل انت ما تلعب او بيلعب صانع العاب وما شاء الله مؤمن طول فبقى بيلعب اكتر في المركز بدات انت تقوم بالمهمه دي فانت اكيد عايز تحجز مكانك في المنتخب اكيد طبعا ان شاء الله بس كل حاجه بايد ربنا يعني اجتهد واشد حيل الفتره الجايه وان شاء الله ربنا يوفقني طيب خليني اقول لك
مين مسك الاعلى؟ انت اكيد بتشوف ناس في المركز ده، خلينا نقول جوه مصر الاول وبره مصر، حد انت بتشوفه بتتعلم منه، مين جوه مصر؟ جوه مصر كابتن مودي الجرح. كابتن مودي الجرح على فكره هو شكلك برضه نفس الشكل، هو دايما بيقعد يكلمني ماتشات زي ما في الماتشات المرتبط، هم بيبقوا قبلنا واحنا بعدين. فهو دايما بيجي لي قبل الماتش يقعد يكلمني يقول لك ايه؟ طيب قول لي مودي الجرح. لا لازم تعمل كده، بس كمان يروح ضاربني بعد ماتش حاجه بيهزر معايا. طيب وبالنسبه لبره مصر مين؟ كيري. كيري بس كده ده بول كنترول رهيب محمد، لازم تشد حيلك. طب قول لي انت يعني صانع الالعاب محتاج مهارات عاليه جدا، محتاج تحكم في الكوره عاليه جدا، بتعمل تدريبات لوحدك؟ على نفسي بقى. بالظبط، انا عايز اسمع ده منك. شغال على نفسك ازاي؟ هو اروح النادي الصبح اشوط، اتمرن لوحدي غير تمرين الفرقه طبعا، مش لازم اتمرن مع الفرقه. بالظبط، يعني هو كابتن احمد احنا بنتمرن كتير واتمرن كل حاجه، انما لازم اشتغل زياده عن الفرقه. صحيح، ده اي لعيب عايز يتميز في حاجه او يزيد في نفسه في حاجه لازم يشتغل لوحده. صحيح. طب اتكلمنا عن البول كنترول او اللي هم الدريلات اللي انت بتعملها عشان تحكم في الكوره. في طبعا دريلات معينه بتعملها لوحدك ولا ممكن تعملها بإماع ولا بيبقى معاك لعيبه ثانيه تشاركك في التمرين؟ بتعملها ازاي؟ هو احسن طبعا يبقى معايا حد يساعدني او حد يحفزني، التمرين لوحدي ما بتبقاش حلو، بس هي دريلات معينه يعني، واتفرج على النت وكده واتعلم منها واقعد احاول اقلدها يعني. طب قول لي يا محمد، زمايلك اللي معاك في الفرقه نفس المركز بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ لا طبعا كصحاب وكده، انا معايا يوسف الصواف صاحبي وكل حاجه ومفيش اي حاجه، مش اي مشكله، ده يلعب هو يلعب انت تلعب، ودوده مش اي مشكله، ودوده احمد محمد ما عندكوش اي مشكله؟ لا خالص، اصحاب جدا، ده يشيل ده يلعب، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه خالص. برافو عليك والله العظيم. يعني مؤمن، انا عاجبني يعني مؤمن قال حاجه في الاول، قال انا مش هعمل كده من غير زمايلي، او قبل ما اقول له بقول له مبروك قال لي، وانت نفسك بتقول انا معايا، انا بسال الحتت دي ليه بس؟ عشان الناس تبقى شايفه الناشئ ده، دول 15 سنه اللاعبين النجوم دي 15 سنه، يعني كمان 3 4 سنين هنشوفهم في الدرجه الاولى ان شاء الله بيكسروا الدنيا، هم وزمايلهم، ما بتكلمش على مؤمن ومحمد، لا بتكلم على الكل. شوفوا النادي الاهلي اهو بيعلم الناس انكار الذات من اول يوم، يعني كابتن احمد اهو معانا مدير فني، كل بيتكلم لغه واحده، مفيش حد بيتكلم غير لغه واحده، انكار الذات، والمهم ان النادي الاهلي هو اللي يكسب وزمايلي هي اللي بتساعدني. الفلسفه دي او الفكر ده الحقيقه مش هتلاقيه في اي حته، بس خد بالك يا مؤمن برضه في حته مهمه، الناس دايما عايزه الباسكت احسن. يمكن الباسكت قعد فتره بعيد، الفتره اللي فاتت قربنا وخدنا بطولات بعيد عنا، انت هيجوا عليكم وقت كمان 3 4 سنين تبقوا في الدرجه الاولى الناس هتركز معاكم جامد. جاهزين لده ولا لا؟ احنا جاهزين كلنا، احنا مستنيين الفرصه دي اساسا. يعني مفيش حد في النادي الاهلي مش مستني الفرصه دي. كله بيبقى عايز، يعني حلمه اساسا ان هو اول سنه 18 بيبقى تصعد فيرست تيم، يقول لك انا لعبت مش عارف مع كابتن محمد ابو النصر، لعبت مع مودي الجرحي، كنت ماسك مين. هو بياخد يعني بياخد فرصه فبيفرح. صحيح. فبيدي نفسه ثقه، فبيبقى طول ما اول ما يطلع درجه اولى بيبقى اللي هو عايز يثبت نفسه. صح. بيلعب اجريسيف قوي. خد بالك اول سنه 18 دي هتحطك في منتخب مصر الكبير. بالظبط، يا تتاخر شويه، يعني اول سنه 18 اللي هي السنه الجايه بتاعتكم دي مهمه جدا. مهمه جدا جدا. انت محمد انت لسه لك سنه في 16 صح؟ لا انا كده تاني سنه 16. تاني سنه 16. السنه الجايه 18. محمد كان معايا السنه اللي فاتت. ما انا محمد كان بيلعب هو وبودي طبعا، انا على طول اقول له بودي بودي جامد عليك. بودي بس بودي طلع 18. بودي وعمر طارق. بس فعلا كان هيثم السؤال حضرتك سالته له من اللعيبه اللي معاك في مركزك. بالظبط. لكن السنه اللي فاتت كانت تبان اكتر ان كان بودي وعمر طارق محمد حازم التلاتة في مركز واحد، التلاتة والتلاتة جامدين قوي ما شاء الله. التلاتة بينهم وبين بعض يعني حب كبير جدا، يعني بصراحة يعني اللي في الملعب الاتنين التانيين مفيش مشكلة، وأنا في أوقات كتير كنت بضطر إن أنا ألعب باتنين منهم عشان أستفاد منهم، هما بأكتر كم منهم في جوه الملعب، والتلاتة هايلين. أنت زرعت فيهم حتة كويسة، يعني أنا كنت متعمد أسمعها منهم، لان خلي بالك دي هتكمل معاك حتى في المنتخبات، هتكمل معاك في الانديه، هتكمل معاك في كل مكان، يعني جوه سواء كملت في الاهلي او كملت بره الاهلي، الحته دي هتفرق بينك وبين اي لعيب تاني. وخلينا اقول يا محمد، يعني يمكن برضو انا عايزك تتكلم عن حته المذاكره والامتحانات وازاي بتقدر توفق الموضوع ده، لان الناس شايفه ان ده صعب ان الواحد يبقى متفوق في دراسته ولعبته. كلمني عن الموضوع ده يا محمد. هو طبعا الدراسه مع الناس تشوف ان انت عايز تتفوق، تتفوق في حاجه واحده بس، ما ينفعش اتنين مع بعض. انما انت لازم توفق بين الاثنين، يعني انا اظبط وقت الدراسه، اروح التمرين، اذاكر شويه، انام بدري كده، هي سهله مش صعبه، بس محتاجه بس ترتيب. ترتيب الوقت ترتيب مهم جدا، والحفاظ على التمرين، مواعيد التمرين. يمكن انت بيبقى بس فتره الامتحانات ما خلاص هتعمل ايه، بس غير الامتحانات لا لازم تشتغل، لازم تتمرن، وكلنا كنا كده. هو يعني لو حد عايز بس هيقدر يوصل، انما في ناس بتكسل، في ناس تشوف ان هي بتكتئب في حاجه واحده بس. اللي عايز هيعمل، انما ممكن واحد يكسل، يعني ممكن واحد يقول لك لا انا عايز باسكت بس. وخلي بالك يا مؤمن كل اللعيبه حتى لعيبه الام بي اي خريجين جامعات وجامعات كبيره. يعني مش هتقدر تمشي من الاثنين. هو بيحب الحاجه اللي هو بيعملها. صحيح. يعني مش عشان بلعب باسكت فانا اكره التعليم، لا، هو لو حبيت التعليم هتلاقيه سهل. صحيح. يعني
هتلاقي الرياضه اصعب كمان. صحيح. لان التعليم بيبقى معتمد على كتاب وكراسه وقلم ومسطره، انت في الباسكت بتتعلم كل حاجه كده من غير كتاب، في شخص معين بيعلمك. صحيح. الرياضه اصعب بكتير، بس انت المهم تحب الاثنين، هتلاقي نفسك الاثنين كويس. خلي بالك الاطفال الصغيرين والناشئين الصغيرين في المدارس بيتفرجوا عليكم، انتوا دلوقتي اصبحتوا قدوه لغيركم، زي ما في غيركم برضو اكبر منكم قدوه ليكم. المهم هو الوقت مر طبعا سريعا، يعني احنا لازم هنستقبل بقيه نجومنا. بشكر مؤمن طارق، شكرا جزيلا، نورتني، ومزيد من البطولات ومزيد من الكؤوس الشخصيه كمان ليك يا مؤمن. احمد عازم بشكرك، شكرا جزيلا، نورتني. زمايلك انضمونا، وفي اخر الحلقه ان شاء الله هناخد صوره جماعيه. كابتن احمد حضرتك مكمل معايا طبعا الفقرات مع اللاعبين. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل عشان نستقبل بقيه نجومنا، طبعا نجومنا الصغيرين اللي على قدهم، بس في ان شاء الله في المستقبل هيبقوا نجوم كبار جدا جدا. نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني. حضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في لقاءاتنا مع فريق 16 سنه الناشئين في النادي الاهلي اللي فاز ببطوله القاهره منذ ايام قليله. وبرحب بنجومنا اللي نورونا في الاستوديو، برحب بزين طارق، اهلا بيك يا زين، منورنا. الحمد لله تمام. وبرحب بادهم عمرو، اهلا بيك ادهم، منورنا. واكيد كابتن احمد الجارح مستمر معانا من الفقره الاولى، المدير الفني. الحقيقه كابتن احمد احنا كان المفروض يكون معانا كابتن طاهر رجب رئيس قطاع الناشئين، ولكن طبعا حضوره مباراه مهمه 14 سنه ناشئين وتأجيلها ساعتين هو ده اللي أخره وما قدرش يجي، التزامه بعمله، التزامه بمتابعته لفرقته. بالظبط. يعني الحقيقه كابتن طاهر كل الناس بتشهد له بالخلق قبل الكفاءه. بصراحه كابتن هيثم يعني في كلمتين، كابتن طاهر بيشيل اي معوقات قدامنا عشان نشتغل، اي مشكله بتقابل الفرقه، اي احتياج للفرقه كابتن طاهر موفره لنا من خلال النشاط الرياضي. فبصراحه كابتن طاهر ليه جزء كبير جدا من كل الانجازات بتحصل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. والحقيقه دايما حتى في الصور واحنا بنتفرج موجود مع كل الفرق. طبعا انت بتلعب بفريق 14 بموجود، حتى فرق البنات هو الاسبوعين دول عنده 6 فرق بيلعبوا النهائيات، وهو من الملعب ده بيروح على الملعب ده، بيلف على الملعب ده، فبيتعب معانا جدا 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 مع الفرق كلها. بس الحمد لله لما بيحس ان احنا كسبنا او الانجاز بيحصل التعب كله بيروح. صحيح. واحنا طبعا بنوجه له كل التحيه، كنا نتمنى يكون معانا طبعا، ولكن النادي الاهلي اهم، المباراه اهم، الناشئين اهم. خلينا اتنقل معاك يا كابتن احمد لمنتخب مصر. طالما نادينا احنا كملوك الصلاه السنين نو مدربين الاعمار السنيه هم اولى بالمنتخبات الاعمار السنيه، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا راجل، انت طبعا مدرب عام فريق 18 سنه، واللي بيلعبوا 18 سنه دلوقتي هم اولادك 16 سنه السنه اللي فاتت. طيب. فانت الحقيقه يمكن اكتر مدرب في السن ده حققت انجازات، مش انا احنا بنقولها، اللي بيقولها نتائجك وتاريخك. الحمد لله. وجودك مع المنتخب سنك اللي انت لعبته بيتهيألي ده يعني زي ما بيقولوا ايه، مكه أو يعني اولى باهلها زي ما بيقولوا، انت اضرب اللعيبه وعارف الاختيارات، واكيد هتساعد طبعا كابتن مرعي اسم كبير في وجوده من فريق 18 سنه. طبعا اكيد وجودك معاه هيفرق معاه. كلمني عن التجربه، لان التجربه دي نادره ما حصلتش قبل كده. ومعانا في الجهاز دلوقتي كابتن احمد عبد الوهاب بيبو. طبعا بيبو طبعا عشره عمر. طبعا عشره عمر اللي رجع من قطر، وكان هو الحقيقه من احسن اللاعبين في الاتحاد الاسكندري. طبعا وشخصيه محترمه جدا ومدرب بايع. بيبو من تاريخ الاتحاد الاسكندري اللي شال وكؤوس. كل التحيه طبعا لكابتن بيبو، انا اول مره اعرف المعلومه دي معاك. انضم معانا في الجهاز. وربنا يوفقه اكيد اضافه طبعا. ان شاء الله. كلمني بس عن الحته دي ليه، لان اكيد انت
مع كابتن مرعي تقول له لا خد بالك ده عنده ميزه، لا ده اتفرج عليه، كلمني عنه. بصراحه كابتن مرعي مدينا دور كبير قوي في المنتخب، تقريبا الاختيارات في الاول كلها كانت تحت ايدينا، هو نفسه بيقول يا جماعه انا ما شفتش الولاد دي في ماتشات، انا هقيمهم من غير تمارين، انتوا شفتوهم في الماتشات اختاروا وهنتفرج وهنلعب ماتشات وديه، فمدينا مساحه كبيره جدا جوه التمرين وكل واحد يعني بيشوف شغله من خلال كابتن مرعي، بس من خلال الراجل حاطط لنا كل واحد مساحه تشتغل، مساحه نشتغل فيها. مطلوب. خلي بالك كابتن احمد مرعي مدير فني منتخب مصر السابق ولعب مع بطوله افريقيا بالزبط. وراجل كفاءه ومع سبورتنج سنين طويله طبعا، ومرن فرق عريقه كتير طبعا جداً. احنا بنحاول نستفاد منه على قد ما نقدر في الفتره دي، لان بس عاجبني ان هو يعني ايه مديكوا المساحه دي. ودي مطلوبه سواء ليك او لبيبو، مطلوبه طبعا. احنا كمان محتاجين نستفاد منه طبعا من خبراته اللي هو فاز بيها بكل البطولات خلال اخر 8 سنين 10 سنين صحيح. مع الجزيره مع سبورتنج، الراجل عمل انجازات كبيره. ان شاء الله احنا هنروح الشهر الجاي عندنا بطوله في المانيا، التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، بس طبعا مجموعتنا صعبه جدا، هيكون معانا في المجموعه الصين وفرنسا وايطاليا وروسيا وامريكا، فمجموعه مجموعه قويه. بس يا كابتن خليني اسالك سؤال، اللي نلعب مع فرق قويه زي دي، خلينا نتكلم بامانه بقى، نتكلم وان سايد جيم دي فيها استفاده؟ والله يعني بص حضرتك، احنا يعني البطوله دي جات لنا ليها دعوه، فصعب قوي ان هي تبقى كدعوه ان هي تترفض، لان هي احتكاك. احنا بنشوف احنا فين، يعني احنا هنروح نشوف احنا يعني واصلين لفين. الصين انت بتتكلم فرق بتنافس على كاس العالم في اعمارهم طبعا. طبعا الموضوع هيبقى قاسي، يعني الفكره كلها انه قصدي اقول لما العب حد قريب من مستواي اقدر اشوف مستواي، انما لما تلاقي الوان سايد جيم بتبقى الموضوع صعب. هي دعوه هنشارك خلاص بالظبط، انما لازم تلعبوها باستراتيجيه ثانيه خالص. احنا الفتره اللي جايه دي هيبقى في معسكر مغلق، احنا عملنا كذا معسكر الفتره اللي فاتت دي، الفتره الجايه هيبقى في معسكر طويل شويه، هنلعب من خلاله ماتشات وديه، هنستقر على ال 12 لعيب ان شاء الله، هنروح نلعب. احنا عايزين نستفاد اول حاجه، يعني هنلعبها بهدف ان احنا نستفاد، بهدف ان احنا نشوف احنا فين، عشان احنا عندنا لسه بطوله افريقيا ان شاء الله. امتى؟ في شهر كام؟ في شهر 7 باذن الله. ربنا يكرمنا. دي مؤهله كاس عالم، فكويس قوي ان انت تشوف في الفتره قبل ما ان شاء الله تروح كاس العالم بسنتين تشوف اللاعبين، عشان في السنتين دول تقدر تشتغل على نفسك، تحاول تقرب من المستوى ده. برافو عليك، فكر كويس وفكر جديد ولازم نطبقه. اروح يعني لزين، زين قول لي، يعني انت بتلعب اربعه صح؟ شفت انا عرفت ازاي من دخلتك من مشيتك على طول بتلعب اربعه. زين قول لي، البطوله القاهره اتلعبت بفكر مختلف خالص عن الدوري المرتبط، الدوري المرتبط بيلعب ماتش ونريح وماتش ونريح، بطولة القاهرة لا ماتشات ورا بعض، ففي لعيب طالع ولعيب نازل، استعديت البطولة دي ازاي؟ يعني لعبتها ازاي؟ كان قبل الفترة بتاعت البطولة كان كابتن أحمد طبعًا خلانا نتمرن كتير بطريقة كويسة، خلانا اللي احنا ما نقعدش نريح، خلى عندنا فتنس عالي اللي احنا نقدر نلعب خمس ماتشات ورا بعض، وكمان كان بيوزع الحمل على كل الفريق. كان كل واحد بيلعب بكل طاقته لغايه اما كان يتعب يقول لكابتن احمد، كابتن احمد طلعه ينزل حد تاني. وفي الماتشات الكبيره برضك كان بيبان ما بيننا وما بين الفرق التانيه اللي فيه فرق ما بين الفتنس بتاعنا والفتنس بتاعهم. وده اللي قلنا كابتن حسن عمله معاكم الحقيقه. طبعا، وكابتن احمد وكابتن جاد، وطبعا بنشكرهم كلهم. احنا برضه محتاجين نشكر كابتن محمد جاد طبعاً، بصراحه انه ده اللي هو مدرب عام فريق الانسان بالظبط، وهو بيشتغل يعني بصفه وديه مش بصفه رسميه، الراجل برضه في حته البدني الراجل كان برضه بشكل غير طبيعي، ودي بين لحضرتك قد ايه يعني ان النادي الاهلي كله هو شغال مع الفريق الاول السيدات بالظبط. انت فريق 16 سنه محتاج له، الراجل ما تاخرش وتواجد معاك خالص خالص. لا محمد جد ولعب معانا بالظبط، وانا يعني محمد جد من الشخصيات اللي بتتطوع بالعمل في اي مكان، ما عندوش مشكله خالص. لا بنقدم له التحيه طبعا، بس يعني قصدي اقول لك يا زين ان انتوا خدتوا السنه دي ك 16 سنه جرعه بصراحه، يعني جرعه جامده. مرتبط في بطوله القاهره، لسه عندنا بطوله الجمهوريه، يعني تطلعوا من المفرمه دي اكيد بشكل تاني خالص. طبعا كل ما بنلعب ماتشات كتير كل ما بنستفاد، وكل ما بيبقى كل لاعب عنده خبرات كتير وبيستفاد من كل ماتش بيستفاد منه حاجه جديده. طبعا بيستفاد من اللي بيشوفه قدامه، من المواقف اللي بيتحط فيها. برافو عليك. من حاجات كتير جدا، يعني المواقف اللي هي بتبقى اخر ثواني وبتبقى انت درو جيم او بونت ليك او بونت ليهم. يعني فده طبعا الفريق اللي هو مصر التامين خلص في الاخر يا كابتن، ماتش الجزيره خلص في الاخر، ماتش مين تاني ماتشات، بس بيتهيألي الماتشين دول كانوا شادين. انتوا كان قدرتوا يعني انت عندك خبرات قبل كده، اللي انت لعبت
كذا نهائي قبل كده، فعندك خبره غير الفرق دي. الفرق دي ما وصلتش النهائي قبل كده او ما لعبتش نهائي، وكمان ماتش في ملعبك، فده ضغط عليهم وبرضك ضغط عليك ان انت ما ينفعش طبعا تخسر قدام. طبعا يعني كان الناس دي كلها كانت جايه، المدرجات كانت مليانه على الاخر، فيعني ما ينفعش ان انت تخسر قدامهم. صحيح. طب زين قول لي انت يعني ما شاء الله يعني متحدث، ويعني كمان يعني وشك فيه سماحه حلوه جدا. ربنا يخليك. يعني كلمنا عن الروح اللي بينكم، لان عاجبني كلامك عن زمايلك والفرقه. كلمنا عن الروح، بتشجعوا بعض ازاي؟ بتقولوا لبعض ايه في الاوضه وانتوا جايين المعسكر بتجمعوا ازاي؟ كلمنا عن الروح دي اكتر. طبعا لازم كلنا نتكلم، ولازم كلنا نجتمع قبل اي ماتش مهم او اي ماتش عادي، لازم نتكلم ان لازم ان احنا ما ينفعش ان احنا نخسر، لان طبعا اسم النادي الاهلي كبير، ما ينفعش ان احنا صحيح. نخلي اي فرقه تشوف ان احنا قليلين او مستوانا قليل، لان احنا طبعا قعدنا كتير بنتمرن وتعبنا ده الصيف كابتن احمد يعني معاكم بالواجب وزياده. مرنا كتير قوي يعني، ويعني لازم كل التعب ده كان يبقى ليه لازم في الاخر مكسب. لازم يبقى ليه مكسب. طب قول لي انت مسك الاعلى مين؟ هو في كتير يعني، بس كابتن طارق الغنام طبعا، وكابتن سيف سمير، وناس كتير يعني كتير. طيب قول لي بره مصر في ناس برضه كتير قوي يعني، بره مصر ناس كتير، مثلا ليبرون جيمس، ناس كتير. طيب وقول لي انت، خلي بالك ممكن تيجي عليك فتره من الفترات هتحتاج تغير مركزك، ممكن وارد جدا. ممكن تلعب ثلاثه، اللي بيلعب اربعه ممكن يلعب ثلاثه كمان. أكيد. جاهز لده؟ بتتجهز له من دلوقتي ولا انت اوريدي عندك الامكانيه دي؟ ما اكيد كل واحد بيبقى محتاج، اللي هو بقى له فتره كتيره بيلعب في نفس المركز، فاكيد النقله دي هتحتاج اللي هي تدريب كتير. صح. تدريب مع الفرقه، تدريب لوحدك، تشتغل على نفسك، تشتغل على نفسك كتير. صحيح. ربنا يوفقك يا زين. يمكن اروح لادهم. ادهم انت مباراه الجزيره خلصت عليها ما شاء الله. ادهم الكابتن. ايه؟ كابتن الفرقه. لا كابتن، انا عارف طبعا ادهم كان معايا قبل كده وكابتن الفريق. يمكن طول المباراه كنت زي ما بيقولوا ايه مرقد. اخر الماتش كان بونت لينا، خلصت المباراه في يمكن في دقيقه بكميتين ثلاثيتين، ثبات انفعالي ما شاء الله عليك، يعني اداء رجولي. كلمني عن مباراه الجزيره تحديدا يا ادهم. هو طيب يعني احنا في الماتش ده احنا قعدنا نعلى عليهم كتير، وهم يجيبونا ونعلى ونجيبونا، فيعني احنا كنا مفروضين كنا ماشيين كويس، بس كنا كل ما نعمل حاجه كويسه مش بنقدر نكمل عليها، كنا صحيح. ممكن نعمل احسن من كده. ففي اخر الماتش برضه احنا كنا كسبانين تقريبا طول الماتش، هم ما عيلوش علينا الحمد لله يعني. فبرضه انا كنت واثق يعني في ربنا، وان شاء الله احنا تعبانين وكده، فان شاء الله هنكسب برضه. فحتى وانا بشوط الشوطه طبعا، الشوطه الاولانيه جت لك ازاي؟ هو جت على ال 45 كده، زميلي محمد حازم، وقام هو طلع عليه حد فاداني اكسترا باس. فبقيت انا فاضي، وكان فاضل تقريبا 8 ثواني على الهجمه. وانت بتشوط ما كنتش قلقان من كابتن احمد لو جلتها يقول لك على البنش وانت شوطت ليه وانت عملت ليه ولا الكلام ده مش موجود؟ نعم انا يعني ما كنتش قلقان؟ لا خالص. هو كابتن احمد عمره سيبك ان كابتن احمد معانا في الاستوديو، تخيل ان في يعني حيطه دلوقتي هو مش هيسمعك. انت يعني في العادي ما فيش لعيب عندكم بيجلي تلاقي كابتن احمد ينفعل عليه بطريقه تخلي اللعيب؟ لا طبعا، طالما اخدت القرار الصح وانت فاضي وانت واخد وقتك يعني، واخد وقت صح كده، اوبن شوت زي ما بيقولوا، هو لازم تتشاط. شطها وتوكلت على الله. دخلت الحمد لله. واللي بعديها؟ اللي بعدها بقى كان فرق 5 بونت وكده، فكنت مستريح اكتر برضو. ما خلاص بقى، حتى لو جلتها ممكن نعوض يعني. انما الاولانيه اللي كانت عليها صعوبه شويه. طب خليني يعني، انت كابتن فريق، الدور اللي مديهولك كابتن احمد ايه؟ خلي بالك كابتن فريق مش بس اللي بيروح يجمع اللعيبه ويصحي اللعيبه في المعسكر، لا ليه دور تاني. ايه الدور اللي مديهولك كابتن احمد ككابتن فريق؟ يعني طبعا المفروض ان اي حاجه، اي تحميس في الفريق كده بيكون بدايته من عندي يعني، المفروض دايما حمس اللعيبه. ممكن انا تبدا من عندي، ممكن طبعا بقيت لعيبه بنحمس بعض طبعاً. كله بيحمس بعضه طبعا. بس وكي. انت قلت الجر للفرقه بالظبط، انت اللي بتبتدي تشد الفرقه الاول، وفي لعيبه قدام معاك بيبتدوا يساعدوك. ايوه بالظبط. بس خد بالك دور كابتن الفريق مش بس بره الملعب، كمان جوه الملعب. طبعا جوه الملعب هو بيكون دور كابتن الفريق، وبرده دور بلاي ميكر يعني برده، عشان هو كنترول، لانه اكتر وقت هو اللي بيبدا الخطه. وكابتن احمد برده من واحنا جوه الملعب، هو برده من بره صحيح يعني، هو بيوصل لنا واحنا نوصل، ممكن احنا نوصل لنفسنا، نشجع بعضنا. صحيح. يلا يا جماعه ده ماتش بطوله كده احنا مش. طب انت يعني برضو خلينا نتكلم، نقول في حته الروح، انت اللي معاك في مركزك اللي في المركز الثاني، لما كابتن احمد بيجي يقول 12 لعيب اللي هبتدي بيهم المباراه، خلينا نتكلم بامانه، اللعيب بيبقى عايز يلعب، عايز يخش، عايز يطلع، يبقى جوه السكور يلعب. كلمني عن اللعيبه اللي بتطلع بره، لو لعيب طلع بره السكور وما كانش متوفق انه يلعب الماتش ده،
هل انت محتاج بعد الماتش كابتن فريق تقعد معاهم تقول لهم ما تزعلوش ولا اللعيبه من نفسها فاهمه الكلام ده؟ هي طبعا بتبقى فاهمه وبرده بنتكلم معاها نقول لهم يعني برده احنا لحد دلوقتي نعتبر لسه في جمهوريه بطوله كامله. صحيح. لسه العب على نفسك واحنا هم برده هم اللي مرنوا لنا في التمرين يعني احنا اللي بيلعبوا حتى بيستفادوا من اللي مش بيلعبوا بره دول ان هم في التمرين بيلعبوا معاهم. الفروق مش كبيره يا كابتن هيثم يعني هو الفروق مش كبيره برده. صح. يعني فعلا زي ما ادم بيقول يعني كل واحد فيهم بيستفاد من واحد واثنين وثلاثه في مركزه. يعني وانا دايما قبل البطولات بشهر شهر ونص انا يا جماعه الفرصه لغايه قبل البطوله باسبوع فرصكم كلكم متساويه. هنخش على بدايه الماتشات غصب عني لازم هركز في المجموعه اللي هتلعب. صح. غصب عنك انت مقيد ب 12 لعيب لازم انا مش هلاعب حد انت اللي هتلاعب نفسك يعني انا مش هقدر ان انا العب حد انت اللي هتلاعب نفسك. في لعيبه ما كانتش بتلعب معايا في دوري مرتبط بدات يعني عندي يوسف. هسألك سؤال يا كابتن احمد بامانه انت بتشوف لاعب واللاعب ده انت عارف انه كويس تمام بس الفتره دي هو مش موفق مش كويس هحاول افوقه حاولت طب ما فقش هشوف البديل. انا عندي واحد زي لعيب زي يوسف احمد منتهى العدل ومنتهى الحلم وهم عارفين كده كويس احنا ما بنكسبش غير عشان احنا بيننا وبين بعض في عدل وفي حب وهم الحب والعدل هم خلي بالك انا بسالك السؤال ده وانا عارف اجابته ليه؟ عشان اسمع اللي بيسمعونا دلوقتي ان المكسب بيجي بالعدل وان انت لازم انت شايف مثلا يعني انت بقول لك حاول افوقه لان انا عارف ان لعيب كويس ما فقش لقى البديل لان انا لو عملت غير كده ربنا مش هيوفقني. عندنا مثال يا كابتن هيثم انا يعني بدايه الماتش اما هتبدا فاينل مع الجزيره اما تبدا بلعيب ده اكيد انت لازم يكون عندك فيه ثقه. صحيح. انا عندي يوسف احمد بدات بيه المباراه يوسف ما لعبش معايا ماتشين النهائي بتوع المرتبط ماتشين قبل النهائي بتوع سبورتنج ما لعبش معانا ما كانش موجود في يعني كان موجود في ال 12 بس ما لعبش بدات بيه ماتش الجزيره لانه اجتهد واشتغل على نفسه فبدا ان هو يخش معانا بقى كويس اخذ حقه. فدي رساله لل 20 لعيب اللي معايا من خلال حضرتك ان انت اللي بتلعب نفسك انت مجهودك اللي بيلعبك كويس هتخش جوه ال 12 بالظبط كلام مظبوط وكلام محترم. ارجع لك يا زين انت كلام كابتن احمد وصل لكم بالمعنى ده وشايفينه كده في الملعب ان انا اللي بلعب نفسي وانا اللي بجتهد ولا شايفين حاجه غير كده؟ طبعا كله بياخد فرصته لان كل واحد اما بيجتهد ربنا بيديله طبعا. صحيح. غير كده كابتن احمد بيشوف الناس كلها اللي هو كل لعيب عنده حاجه كويسه فيه. صحيح. وكل لعيب عنده حاجه ثانيه فيعني اما بيبقى كابتن احمد في الاخر بيشوف مين احسن ناس بيقدر يلعب ويقدر يلعبهم لان هو ما يقدرش يلعب ال 20 كلهم. صحيح. طبعا صحيح ممكن يجي دورك بعد كده في ال 12 في ناس تتحط في ال 12 بس مثلا الماتش ده ما يكونش بتاعهم او ما يكونش هو يعني اللي في الملعب مأدي كويس ما يقدرش يطلعه وينزل واحد لسه ما عملش حاجه كويس. انت فاهم الكلام ده زين برافو. زائد ان في ولاد من عندها للسنه اللي جايه 2003 يا كابتن هيثم في بعض الاعراض عندنا طلعت بره النادي في بعضهم موجود معانا في الفرقه دوره مش كبير السنه دي بس بيحتك بال 2002 ف مستواه بيعلى لعيب مثلا احنا مثلا جايبين لعيب زي دودو من نادي الصيد دودو بوينت جارد احنا عندنا ضعف شويه في المكان ده في السنه اللي جايه فاحنا كنا جايبينه ومصرين ان احنا نعده السنه دي عشان السنه الجايه ان شاء الله هو هيكون يعني زي محمد حازم في مكانه اساسي كان معانا بالظبط فان شاء الله يعني كل واحد فيهم ربنا هيكرمه على قد التعب اللي بيتعبه باذن الله. طب خليني اسالك ادهم يعني انت يعني اكيد بتحارب عشان تلاقي مكانك في المنتخب اكيد هتتعب اكتر كلها شهور وهتطلع 18 شايف الفتره اللي جايه محتاجه منك ايه؟ طبعا لازم اجتهد جدا مع الفرقه لان هو اصلا في الاخر اللعبه لعبه جماعيه يعني تتمرن مع الفرقه تتمرن على التكتيك الخمسه على خمسه واكيد طبعا لازم اشتغل شغل لوحدي يعني اكيد طبعا وانا شايفك حتى ادائك في ملعب رجولي جدا ادهم ان شاء الله كل التوفيق ليك. اشكركم يا جماعه شكر جزيلا نورتوني وشرفتوني طبعا الوقت ضيق احنا لو عايزين نقعد نتكلم عن اللي انتم بتعملوه على قد سنكم الصغير بس الحقيقه الواحد سعيد بيكم جدا بشكر طبعا ادهم عمرو لاعب الفريق وكابتن فريق 16 سنه الف مليون مبروك ومزيد من التوفيق ادهم باذن الله. بشكر طبعا لاعب الفريق زين طارق شد حيلك وربنا يكرمك يا زين وبشكرك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. بشكر كابتن احمد الجرحي طبعا نجم الفريق والمدير الفني بس انا شايفك عايز تقول حاجه. انا عايز بس اهدي الكاس انا متعود دايما معايا في كل بطوله تيا بنتي على طول بتحضر معايا لازم تستلم الميداليه لازم تستلم الميداليه والكاس فهي كانت عيانه في الماتش ده حبيبه قلبي فانا ما رضيتش اقول لها انا عندي فاينل عشان هي ما كنتش عايزها تنزل
فطبعا زعلت مني جدا، فانا يعني بهدلها الكاس ده وبقول لها ان الكاس ده عشانها. طب هي شايفاك دلوقتي؟ اه هي قلت لها تقعد تتفرج، الكاس ده عشانها وربنا ان شاء الله يبارك فيها وتبقى ان شاء الله تشيل معانا الكاس اللي جاي ان شاء الله. ابدا وتكون معاك كل الماتشات ان شاء الله، ان شاء الله تبقى ضيفتنا في ملوك السلام ان شاء الله باذن الله. وهي اهلاويه جدا يعني. طبعا طبعا هتطلع لمين؟ كابتن احمد دورتي وشرفتني، ربنا يخليك كابتن هيثم، ودايما بنبقى فرحانين ودايما هنقول لك زي كل مره ان احنا دايما لما بنيجي معاك نرجع المره اللي بعديها على طول بالكاس ان شاء الله. انتوا اصحاب الانجاز وانتوا اصحاب الحدث، احنا هنا كل اللي بنعمله بس ان احنا بنعرف الناس بالتعب اللي انتوا تعبتوه، انما اصحاب الفرح الحقيقي هو انتوا. ربنا يخليك، ربنا يوفقك يا كابتن وكل التوفيق ليك سواء على النادي الاهلي او منتخب مصر. ربنا يخلي حضرتك. اعزائي المشاهدين لازم نطلع فاصل عشان نستقبل طبعا ابطال فريق 14 سنه ناشئات الحقيقه اللي فازوا ببطوله القاهره، كابتن خالد عياد المدير الفني. كان في طبعا موضوع كده هنتكلم فيه نقل المباراه وحصل ضغط عصبي قبل المباراه بيومين، ولكن بنات الحقيقه كانوا على قدر المسؤوليه. فاصل سريع استقبل طبعا ضيوفنا فريق جهاز فني ولاعبات فريق 14 سنه، فاصل سريع وارجع لحضراتكم. حضراتكم من جديد، اكيد مستمرين طبعا معاكم في تكريمنا لابطال وبطلات الناشئين وناشئات كره السله. يمكن الليله كلها النهارده كره سله، بس في الحقيقه حاب اقول خبر في الاول ان سيدات يد الاهلي تاهلنا لنصف نهائي كاس مصر بعد الفوز على الجزيره النهارده 28-18. الف مليون مبروك. لسه الناحيه الثانيه ما نعرفش هنقابل مين، اكيد هنعرف ونقول لحضراتكم الف الف مبروك. طبعا سيدات نادي الاهلي عندهم بطوله كبيره، بطوله افريقيا، يمكن اول مره منذ سنين طويله نادي الاهلي يشارك في بطوله افريقيا للسيدات ابطال الكؤوس. مش بس بنشارك، لان نادي الاهلي منظمها على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. خلينا نرجع طبعا لتكريم ضيوفنا في الاستوديو، 14 سنه ناشئات في النادي الاهلي. الحقيقه الفرقه كان ليها موقف معين كده، الفرقه اجتهدت عملت شغل كويس، كابتن خالد عياد المدير الفني مسكهم يمكن منذ فتره بالصيف اللي فات اشتغل معاهم. حصل موقف كده احنا كنا اتكلمنا عنه في الاستوديو التحليلي، مباراه الاهلي والجزيره في نهائي القاهره او اخر مباراه الختاميه للسيدات، قلنا انه المباراه كانت في ارض ملعب فيصل ولكن منطقه القاهره. فجاه بدون يعني مقدمات نقلت المباراه مش على ملعب يعني محايد بيننا وبين الزهور، لا نقلت المباراه في ملعب نادي الزهور. الحقيقه هو ده النادي الاهلي، حتى الملعب لما اتنقل نادي الزهور. حصل بعد كده برضو موقف تاني انه نادي الزهور طلب مجموعه من اولياء الامور طبعا يكونوا موجودين، بحيث ان هو يعني معروف مين اللي هيخش او مين مش هيدخل، ولكن برضو ده ما كانش عامل احباط للعيبه. المدير الفني واللاعبات اشتغلوا على نفسهم، كسبوا المباراه فرق 12 بونت، وكان في احداث كتير جدا. بس الاول هنتكلم قبل ما نقول عن احداث المباراه، هنرحب بضيوفنا في الاستوديو. هرحب بكابتن خالد عياد المدير الفني وصاحب الانجاز الكبير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا والف مليون مبروك. يمكن اول بطوله لحضرتك. اول بطوله ليا في النادي الاهلي. منورنا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن هيثم. وبنرحب بلاعيبه الفريق، جايده خالد منورانا. اهلا بحضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك. منوره الاستوديو كله. كلكم منورين الاستوديو. طبعا برحب بحور عبد الظاهر لعيبه الفريق، كابتن الفريق كمان منورنا حور والف مبروك. برحب بلعيبه الفريق جانا معوض، اقول لك الف مبروك ومنورانا. الله يبارك في حضرتك. الحقيقه وانتوا قاعدين في الاستوديو كده فراشات، والله يعني بجد حاجه تفرح وحاجه جميله. طبعا يمكن اروح لكابتن خالد. كابتن خالد يمكن البطوله دي كان ليها وضع مختلف، كلمني عن بدايه البطوله، كلمني اكتر عن توليك المهمه منذ البدايه. توليت المهمه في شهر 7. اتفضل. انا جاي من هليوبلس، كنت مدرب في نادي هليوبلس، كنت ماسك منتخب القاهره برضه 6 سنين ورا بعض. بدات فتره العزل من شهر 7.
اللعيبه الصراحه كلها كانوا كويسين معايا يعني بجد. بمرن الصبح وبالليل، بمرن باجي الساعه 10 الصبح، مرن من 10 ل 12، نريح ساعتين ثلاثه، نبدا من 3 للساعه 7 تمرين. تمرين ما شاء الله. طب بس ازاي البنات اتحملت معاك الكلام؟ اتحملوا صراحه يعني. طب وقبلها الامور اتحملوا برضه؟ لا اتحملوا. لا كنا بنقعد في النادي، انا عن نفسي انا ساكن في مدينه نصر. كنت بخلص تمرين وبروح في الجامعه اصلي وانام، ونفس اللعيبه برضو كانوا بيقعدوا ياكلوا يجيبوا اكلهم معاهم. كناش بنمشي يعني. انت مجتهد جدا يا كابتن خالد الحقيقه. الحمد لله. كل ما اروح الاقيك في الملعب الحقيقه بتمرن. لا انا بمرن كل يوم يعني لله. مجتهد جدا جدا جدا. طيب الاعداد خلصناه؟ خلصنا فتره الاعداد بقى. انا بدات خلينا الاول نتكلم السنه اللي فاتت نفس السن ده عمل ايه؟ هو نفس السن اللي السنه اللي فاتت ده كان وخلوا تالت. كانوا خلوا تالت. تمام. هي نفس الفرقه دي كانت بس اصغر ولا الفريق الاكبر؟ لا هم نفس الفرقه ال 13. هي دلوقتي ما فيش حاجه اسمها 14 بالظبط. ما انا فاهم. كان زمان 13 14 عملوا مع بعض بالظبط. لا دلوقتي عملوا 13 بطوله و14 بطوله. برافو عليك صح. فهم انا شايف ان هم يعني لما صممت كابتن ايهاب كلمني ان انا اجي الاهلي، انا اتفرجت عليهم السنه اللي فاتت حسيت ان هم لعيبه كويسين قوي. تمام. بس هم كانوا مش محتاجين شويه شغل انديفيدوال فجيت انا صممت على الفرقه دي عشان هي واخده تالت وانا اشتغلت. مش اشتغلت معاهم. كان عايز اتحمل المسؤوليه مش يعني مين. كان موضوع تحدي صح. صحيح. برافو عليك. يعني موضوع تحدي وهم الصراحه بالامانه البنات طلعوا معايا كويسين قوي واستحملوا رغم ان انا كنت بشد عليهم جامد جدا بس بيتحملوا بقى. لا اتحملوا بجد. وخلي كلمني على مشوار البطوله، لعبت كم فرقه كسبت؟ انا بص انا فتره الاعداد عملت فتره اعداد جامده كويسه قوي يعني. بدات الاول تدريجيا كده، انا لعب مثلا 25 مباراه وديه. طبعا في السن 14 سنه بتختلف، في فرق بتلعب عليك زون. تمام. فانا عملت قلت لازم الاقي فرق 16 سنه بتلعبني زون. تمام. فاخدت ومرنتهم بقى على الزون ازاي ما نضرب الزون. انواع الدفاع، الدفاع المنطقه بتهاجم ازاي على دفاع المنطقه. كان عندي هدف برضو، كان عندنا فرقه هم في فرقتين كسبانيننا، كانوا وادي دجله والزهور. دي لقطات يا كابتن من ماتش الزهور صح؟ لا في النهائي صح. ده في النهائي اللي كان لا احنا ظلمنا يعني، كان الجمهور كان جاي علينا جامد جدا. انا شايف الملعب مليان ناس. كان في ناس كتيره قوي وانا بالامانه يعني كنت متوقع وواثق ان احنا هنكسب. برافو عليك. بالامانه والله، حتى اللعيبه هم مسخنين يعني الصراحه. عندهم ثقه في الماتش. طبعا حورة بزار كابتن فرقه كانت ورايا على طول في ضهري الصراحه. يعني تلم ورايا في اللعيبه، بتشجع، تسخين بتسخن اللعيبه. كنا يعني لا كان ماتش. بحكي لك بقى على فتره الاعداد، خلصت 25 مباراه. بدات الصراحه بطوله ال 14 دي النهائيات كانت صعبه جدا الصراحه. اللي فاجئني السنه دي برده بفرقه الجزيره كانت واخده رابع، هي خدت ثالث. فهي اتطورت، هم دعموا اثنين بس فرقه كويسه الصراحه. فرقه كويسه. يجي بقى بعدينا وادي دجله كانت واخده ثاني خدت رابع. اتراجعت. فحصل يعني حصل تغيير. كسبت كل ماتشات يا كابتن خالد؟ انا الحمد لله ما كسبتش ولا ماتش. ما شاء الله. انت خدت دراسات بره يا كابتن وكده؟ انا درست بره وكل سنه بسافر امريكا. طيب. شغال في مثلا امريكا في المعادي، فكنت شغال كامبات بره كل سنه بروح كامب ودرست بره كتير يعني. برافو عليك يا كابتن. خليني بس اوضح حاجه، انه فريق كره اليد سيدات يعني طبعا تاهل، الف مبروك بعد الفوز على الجزيره. 28 هيقابل الفائز من الشمس والمعادي. اللي هيفوز من الشمس والمعادي هو اللي هيقابل فريق كره اليد سيدات في قبل النهائي ان شاء الله. كل التوفيق وعايزين الكاس باذن الله، وهيكون اعداد كويس لبطوله افريقيا. يمكن اروح لحور كابتن الفريق، يمكن انت كابتن خالد في الاول اشاد بيكي، قال لي انت كنت في ظهره. كلميني دورك كابتن الفرقه بقى حور. هو يعني هو انا كنت بشجعهم علشان واحنا كنا عايزين يعني ناخد بطوله القاهره، وهم يعني ما اثروش معايا وكانوا كلهم ملتزمين. كنا بنسمع كلام الكابتن، واحنا كنا بنتمرن تمرينتين في اليوم وكنا بنحاول نبذل اقصى جهدنا يعني علشان نوصل لبطوله القاهره، عشان احنا عارفين ان الظهور جامده فيعني وفي ناس كتير بتشجعهم. فاحنا جينا اتجمعنا قبل الماتش وقلنا يعني ما فيش حاجه هتوقفنا، ان شاء الله هناخد بطوله القاهره لان احنا فرقه قويه. طب قولي لي حور، في الصيف يمكن كابتن خالد بيقول لي الاعداد تمرينتين في اليوم ومنهم تمرينه بعد الظهر بتبقى بثلاث ساعات. اكيد انتوا بنات صغيرين عايزين تسافروا، عايزين على الاقل تقعدوا في البيت تتفرجوا على التلفزيون، الحاجات بتاعه لسنكم يعني. ما كانش ده بيضايقكم ان انتوا موجودين في النادي على طول متمرنين يعني؟ ما زهقتوش في لحظه كده قلتوا لا احنا عايزين نخرج شويه، عايزين نروح نيجي اي حاجه؟ لا هو احنا مش ما يعني ما زهقناش، لان احنا كنا بنقعد مع بعض يعني، وكنا مش كل واحد بيقعد لوحده. كانت الفرقه كلها بتقعد مع بعض وكنا بنتمرن عادي، ما يعني عشان احنا عايزين نوصل لحاجه فما اتضايقناش. برافو عليك. وكنا يعني ما فيش حاجه يعني كانت مضايقانا ان الكابتن يمرنا تمرينتين، كانت عادي اللي هو
يعني مثلا بنستحمل عشان عايزين ناخد بطوله القاهره وان شاء الله ناخد بطوله الجمهوريه. حول انت من ولاد النادي الاهلي او من بنات النادي الاهلي صح؟ يعني خلينا اقول انه في النادي الاهلي اكيد بيعلمنا حاجه، اكيد اتعلمتي حاجه في النادي الاهلي ما شفتهاش في نادي تاني. ايه اللي اتعلمتيه حول؟ هو يعني هو طبعا اول حاجه اتعلمتها الولاء يعني للنادي الاهلي، وان هو يعني اعظم نادي شفته يعني لحد ما اتولدت يعني. ده حقيقه مش كلام. هو اقوى نادي الصراحه، وانا كان ممكن العب في اي نادي تاني بس انا اخترته لان هو بيديني الثقه كمان، ولا هو اسمه نادي كبير يعني الناس كلها بتخاف منه. برافو عليك. حوره عايزه تلعبي درجه اولى ولا لا؟ اكيد طبعا. خلي بالك ده انت كلها سنتين وممكن انت بتلعبي سنتر صح؟ ولا بتلعبي مركزك ايه؟ لا انا بلعب 3-3-4. ما شاء الله بالنسبه للجسم ما شاء الله شوطه اساسا 3 بوينت كويس. انا بقول لك ان شاء الله هتعملي شغل كويس ان شاء الله. يعني انت كلها سنتين وممكن كابتن ايهاب الالفي او ايا كان المدير الفني الموجود اكيد هيستعين بيكي. جاهزه اللحظه دي؟ جاهزه طبعا. طيب مين شايفه في الدرجه الاولى مسك الاعلى زيك ممكن تبقي نفس شكل لعبها مين؟ هو انا عندي لعبتين في الدرجه الاولى، عندي كابتن رامي عبد الظاهر وكابتن هاله شعراوي. انا ما رضيتش اقول يعني انا ما رضيتش اقول اني هاخدها، والله العظيم هي نفس طريقه لعبها. يعني انا عايز اقول لك لسه انت بتقولي، انا قلت اسيبك تتكلمي قلت اكيد هتقولي رامي عبد الظاهر، بس انا يعني ما اعرفش انها اختك. يعني اول مره اعرف انها اختك، بس انت طريقه لعبها يعني نفس الشكل بنفس طريقه الجسم اكيد هتبقي زيها واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت بتحبي انت الطوال لما بيشوط 3 بونت يبقى عندهم ميزه اعلى ان بيبقى فوق الديفنس كله. ولازم تحافظي على دي. شايفه ان ده مهم بالنسبه لك ولا لا؟ هو ده مهم لان ساعات مثلا بيبقوا بيلعبوا زون. برافو. فما باجي اخش بيقفلوا تحت بيبقوا حاطين اثنين طوال. صح. فممكن بس مثلا لو ما عرفتش اخش اقوم شايطه او اخش مثلا واجمعهم كلهم عليا واقوم مديها لحد كيك اوت يخش او يشوط. برافو عليك. لان ممكن تكون الدنيا مقفوله. ان شاء الله ونتفرج عليك في الدرجه الاولى ونشجعك ان شاء الله. يمكن اروح لجايده. جايده انت الاول مركزك ايه؟ 2-3 وساعات 1. بس انت عسل قوي يا جايده، انت يعني ان شاء الله العظيم لذيذه جدا. يعني انت يعني بس في الملعب حاجه ثانيه. لا لعيبه كبيره قوي ان شاء الله. ما شاء الله هي شكلها لعيبه كبيره جدا. يعني انت شكلك يعني في الملعب مكاره شويه جايده صح ولا انا غلطان؟ هي بريتريشن من احسن بريتريشن في والله. مصر ما شاء الله. دي مستقبل هم الثلاثه ان شاء الله مستقبل يعني ما شاء الله مستقبل النادي الاهلي يعني. طب قولي لي يا جايده يعني انت يعني برضه فتره الاعداد وكان اعداد جامد وشغل كل يوم والكابتن عايزك تيجي وحتى لما دخلتوا الدراسه نفس الكلام، انت حابه الموضوع ده ولا شايفاه عبء عليكي وانا خلاص بقى انا زهقت انا عايزه بقى اقعد شويه؟ طبعا شايفه انها حاجه حلوه علشان احنا السنه اللي فاتت خدنا ثالث، فالسنه دي صممنا ان احنا ناخد اول، فلازم نكون ملتزمين ان كل الفرقه تبقى موجوده وكلنا نسمع كلام الكوتش بس. طب قولي لي يا جايده انت في سنه كام؟ تاني اعدادي. طيب المذاكره عامله ايه؟ يعني المأساة والعذاب الأليم بتاع المذاكرة أخباره إيه؟ بنذاكر في العربية برضه القصة دي؟ إحنا يعني كل القصة دي بنذاكر في العربية ونتغدى في النادي وناكل في العلب اللي بتتاكل دي يعني صح؟ أنا بحب باجي ألاقيها في النادي صحيح؟ برافو عليك. أنت ليكي إخوات بيلعبوا يا جدع؟ لا ليا أخويا صغير 2009 بيلعب في الأهلي برضه طبعا. أخباره إيه؟ زي يعني كويس ولا ايه؟ تعمل زيها اكيد يعني. لا اكيد ان شاء الله تكون زيها. ليه بس هيبقى زيها ان شاء الله. طب قولي لي بامانه كده مين بيتعب معاكي بابا ولا ماما؟ الاثنين. لا مش عايز اجابات دبلوماسيه عايز الحقيقه. لا والله الاثنين، لما بابا يبقى مسافر ماما بتوديني التمارين يبقى ماما اكتر ملتزمه. يبقى ماما اكتر يبقى ملتزمه ان انا اروح التمارين بتاعتي و برافو عليك. طب ما فيش قومي ذاكري يا جايده ما فيش الكلام ده ولا انت؟ في طبعا لما بخلص تمريني بنروح علشان نذاكر عشان نلحق ده. من نفسك ولا قومي ذاكري يا جايده بقى وخلصي اللي ورا؟ بيضحك بس هي فهمت السؤال بس ايه حاولت تحور شويه عليا بس ايه. خدي بالك ما هو ده طبيعي يعني انت بتبقى جاي ما تعبان من التمرين فلازم الاب والام يشدوكي شويه. طب ذاكري شويه بس المهم يبقى عندك استجابه هي دي اهم حاجه. قولي لي انت مين ماسك الاعلى في الدرجه الاولى؟ لسه درجة أولى بس يعني؟ أي حاجة قولي ولاد نادين السلعاوي. برافو. وهلا شعراوي. برافو عليكي بس ده مركز وده مركز تاني خالص. أيوة ماشي. لا أنا بحب في هالة روحها في الملعب. برافو عليكي صح. ونادين بتلعب 2-3. بصي هقول لك هالة وريم موسى الاثنين بيلعبوا بنفس المنتاليتي. نادين السلعاوي. بيلعبوا بنفس ريم موسى لعيبة كبيرة الصراحة. ريم موسى واحد. يعني أنا بقول الصراحة النادي الأهلي. ريم موسى لعيبه كبيره وكانت قاعده مكانك من 5-6 ايام. والله ريم موسى كانت موجوده مشرفانا في الاستوديو. فريم يعني كويس ان انت شايفه الكاركتر ده شايفه الجديه شايفه الاداء انت عاجبك ده. طيب ومين تاني نقول في الولاد برضو في الدرجه الاولى؟ اولاد مين بيعجبك ولا مش متابعهم؟
خليكي في البنات. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. يمكن اروح لجانا معوض. قولي لي بقى انت مركزك ايه؟ بلعب 2 و3. شوتر يا سيدي. شوتر ها؟ ان شاء الله. لا شوتر يبقى انت كده حبيبتي ومعانا في البرنامج كله وقاعد معاك. انا احب الشويته جدا يعني. لعلمك الشوط ده بيفك لوغاريتمات بالهبل حتى وكره اليد خدي بالك مش بس والطايره كمان المصوبين يعني او الضريبه زي ما بيقولوا في الطايره. الشوط ده هو روح كره السله ويمكن كابتن خالد طبعا يمكن يعني انا اتفرجت عليه كتير الصراحه. طب قولي لي شوت سيبه. طب قولي لي بتتمرني زياده بقى عشان موضوع الشوط ده جانا ولا لا؟ لا وساعات لما بكون جايين قبل التمرين بدري بفضل يعني بفضل اشوط او يعني في التمرين بفضل اقول كابتن عايزين نشوط وكده كتير يعني انا بحب اشوط. انت ساكنه فين عشان تيجي بدري قبل التمرين يا جانا؟ احنا بنقعد في الزحمه. بس بتيجي بدري بقى قبل التمرين طبعا لو ما حرفيش قبليها باربع ساعات مش هتيجي اصلا. طب قولي لي وبتيجي بدري ما تقوليش لا انا هاجي بقى التمرين واقعد مع اصحابي بره شويه وبتاع لو لقيت الملعب فاضي بتنزلي تشوط؟ يعني دايما لما بنيجي بدري بقول لكابتن انا عايز اخد كوره واشوط لان انا بحب اشوط جدا اصلا. برافو عليك. لعلمك الشويط لازم يكون كده. هم الثلاثه صح كلهم بيجوا بدري هم الثلاثه ما شاء الله. وحور كمان يا فوق الطول فانا يعني بركز على موضوع الشوط جامد قوي. برافو عليك. عندي حور وعندي جايده وعندي واخد احسن هدافه نوره معانا في الفرقه. هم الاربعه يعني انا كله في شوط سي بوينت عندي. برافو عليك. ما انا جيت في ماتش وادي دجله الدور قبل النهائي الفرقه دي طبعا كسبانه السنه اللي فاتت صحيح ما شاء الله احنا جايبين 15 3 بوينت في السن ده كتير قوي. احنا يعني احنا سكوراتنا عاليه. الملعب كان ايه؟ كان في ملعب ايه؟ كان في ملعب مصر التامين. ملعب كمان حلقه مش حلو. مش حلو قوي ما شاء الله جايبه 4 3 بوينت. هو كان الفرقه كلها بتشوت الصراحه ما شاء الله يعني عندي رودو حسام بتشوت عندي جانا لعبت الماتش ده؟ جانا لعبت الماتش ده؟ لعبت كله جابت 3 بوينت؟ جبت كام يا جانا في الماتش ده؟ 2. جبت 2؟ هورا جابت 4 باين ولا 5؟ جابت 4 هورا افضل جابت 4 جايده برضه. كانوا ساعتها بيلعبوكوا زون يا جانا ولا كانوا بيلعبونا زون؟ اي فرقه هي اي فرقه بتلعبنا زون عشان احنا عندنا حلول. عندنا حلول فاحنا مدينا على الزون لان انا لعبت فرقه 16 سنه كتير انت عارف. يعني خلاص يعني ولعبت مع الاكبر منك خلاص لعبت مع الاكبر مني فانت بالنسبه لك ما شاء الله عملنا فتره اعداد كويسه كسبنا سبورتنج كسبنا سموحه ان شاء الله فردين بس سبورتنج سموحه فرقتين كويسين برضه خلي بالك انت الجمهوريه الموضوع مختلف الموضوع مختلف بس انت هنا نبدا 5-3 ان شاء الله 5-3 خلاص الدوري مضغوط كل حاجه مضغوطه اكيد ان شاء الله. طب جانا خلينا اتكلم برضو اكتر واديك حقك يعني كلميني عن توفيقك من المذاكره واللعب بتعملي ده ازاي؟ هو دايما يعني بعد المدرسه يا اما بيبقى في تمرين بروح التمرين واول ما برجع بذاكر او ساعات بذاكر في العربيه او لو مثلا عايزه انام بنام وانا رايحه التمرين وبعد كده التمرين وارجع اذاكر بس فبكون مقسمه وقتي. طبعا العذاب الاليم برضو في موضوع المذاكره دي والمرواح والمجاي. بتذاكري في النادي برضو عادي ومفيش مشكله تخلص تمرينك لو عندك تمرين؟ طب قولي لي قبل الماتشات ايه اللي بتعمليه قبل الماتش؟ ايه الطقوس اللي بتعمليها قبل الماتش وانت رايحه الماتش؟ رايحين ماتش الظهور عملت ايه؟ دايما كلنا قبل ماتش الظهور. لا قولي لي من اول رحت المدرسه؟ لا غبتي عشان الماتش مهم. طب وبعدين؟ كله غياب. انت كمان غبتي؟ الاسبوع كله غياب عشان لازم نلتزم. ما شاء الله. انا قلت لهم غيبه عشان تركيز بقى. لا لما يكون ماتش مهم لازم وكمان الماتشات بتبقى بدري فكنا لازم نغيب يعني عشان نريح. وماتش ساعات بيبقى 3. برافو عليك يا جايده صح. وانت بتهيألي نفس الكلام يا جايده عملت. يعني اصلا الماتشات ساعات بتبقى بدري واحنا اصلا خلاص مدرسه ساعات فكنا لازم نبقى نغيب. برافو عليك. طب واثناء الماتشات يعني تروحي الملعب بتقعدوا مع بعض البنات الاول ولا كابتن خالد يقعد معاكم بتعملوا ايه؟ لا يعني اول ما بنيجي بنقعد كلنا مع بعض نقول ان احنا مش بنخاف احنا مش اقل مننا في حاجه احنا اصلا جامدين وبعد كده بقى بنيجي نقعد مع الكابتن وهو يفضل يقول لنا نراجع ازاي ويقول رجع لنا على الخطط وكده. برافو عليك كلام جميل جدا. يعني جايده برده نفس الكلام بتقول لي طب انت بتقلقي في ماتش يا جايده بتبقي نازله قلقانه كده؟ لا بلس ان الكابتن كمان بيحمسنا ويقول لنا انتوا قدها وانتوا هتكسبوا. بتصدقوا كلام الكابتن؟ طبعا. برافو عليك. عشان احنا نادي كبير. برافو عليك. طب وجاي نفس الكلام الكابتن يقول لك او اي كلمه حد دلوقتي الكابتن بيقولها يعني هي بتحصل قال لنا نكسب دجله كسبنا دجله وخدنا الاول. حتى خبره وسافر وراح وجاب وحضر كورسات فاكيد لما يقول لكم حاجه اكيد هو فاهم هو بيقول ايه عندكم ثقه فيه واهم حاجه يبقى اللعيبه زي ولادي والله انا بتعامل معاهم انا عندي بنات اساسا نديله سلب عندي لا بتعامل معاهم كانهم يعني عايز اقول لك جايده يعني فاهم مناقشه معاك شويه انا بحبها الصراحه والله كلهم زي ولادي بالظبط انا بتعامل معاهم كلهم زي ولادي صحيح برافو وبرده كان كنت بشكر الفرقه دي لقطات يا كابتن من الماتش اخر ماتش ولا اثناء البطوله؟ اخر ماتش اخر ماتش بعد الماتش حلوه قوي لا وكسبنا الظهور في الظهور يعني احساس جامد قوي ودي ملك شعبان الصراحه برده دي لعيبه كويسه لعيبه كبيره الصراحه طب يعني يا كابتن قول لي يعني انت برضو احساس تاني خالص زي ما الالفي
اول بطوله. بتقولي يا جايده؟ في مين من 13 برضك يا جنى الفي كنت مستعين بيهم؟ اه في نروح يدي لعبه كبيره برضك جدا يعني كويسه جدا. في رداينا النجار وفي رؤية وفي نوران وفي عليا و... لا يعني ما شاء الله الفرقه كويسه. ولميس ما شاء الله وريدي حسام. لا طب قول لي يا كابتن انت يعني اكيد مع اول بطوله ليك مع نادي الاهلي يعني. لا اول بطوله حتى دي يعني مش اول بطوله يعني تلعبها اول بطوله تاخد يعني انت اول بطوله تلعبها خدتها. انا طول عمري في اليوبس كنت باخد تاني تالت لكن لما جيت الاهلي الصراحه لازم اخد اول يعني. حسيت الامكانيات متاحه طبعا غير لا وبعدين الموضوع تحدي ان انت برضه تاخد فرقه واخده تالت وتشتغل معاه. انا عارف امكانياتهم يعني هم لعيبه مصدق الموضوع من الاول. لا يعني انا كنت برضه بوش معاهم على فكره احنا فرقه كبيره فكره احنا هنكسب على فكره انتوا لعيبه جامده. ما لسه جايده بتقول وجانا بتقول وحور قالت نفس الكلام قالوا ان احنا بنصدق الكابتن وحاسين دايما بيحمسنا. كلامك كبير في الملعب والله انا صوتي ضايع منهم يعني حماس جامد قوي في الملعب. لا يا كابتن ما فيش حجه بقى ده فراشات قاعدين معايا بنات زي القمر يعني صوتك يروح فين جايده. بص صورين معاهم مش بقول لك يا جايده انت يعني برضه الشغف بينط من عينيك. لا والله جايده لا انا قصدي شغف في الملعب يعني يعني هي جايه برضه من اللعيبه اللي بتسمع الكلام. لا يعني ما شاء الله الثلاثه يعني بره الملعب بتقعد تهزر معاكم لكن جوه الملعب مركزه وهاديه. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله ويبارك. ودي جمانه بقى بص يعني قلب جامد قوي حماسيه. جمانه طارق عبد الباري طبعا. لا ده عملت موقف برضو جمانه يعني فعلا عندها روح جامد قوي. كانت تعبانه وسخنه ما قالتليش يا حبيبتي. وخالد حوني دولترين كنا لاعبين ماتش الجزيره كان ماتش رخم برضو شويه وفي الاخر اكتشفت ان هي كانت تعبانه ما قالتلكش ولعبت الماتش كله وما قالتليش غير بعد الماتش. ما شاء الله عليها رجوله يعني. لا بجد يعني خلي بالك راجل برده كده بقول لك عجبني فعلا حماسه. وكابتن عبد الباري طبعا يعني كابتننا الكبير برده كان نفس الاداء ونفس الرجوله. بص خد بالك الجينات ملهاش الجينات افضل خلينا نقول برده يعني حوري يعني. وبشكر برده الاداريه كابتن مي الصراحه طبعا اكيد ليها دور. لا يعني لها دور كويس وبشكر كابتن نبيل بخير الصراحه كابتن لسه هقول لك جوه الملعب وبره الملعب وكابتن نبيل على طول والله الجهاز الفني كله. مين وليه اللي انا عايز معاه؟ دكتوره ايه دكتوره ايه كابتن نبيل الفي وتعبوا معانا وكابتن نبيل وقفوا معانا في ماتش الزهور حمسونا. دكتور ايه هي اللي كانت دايما معانا واي حد بتقف معاه وكده. انتوا حاسين يا بنات ان انتوا اسره واحده يعني حاسين لو في مشكله نقدر نتكلم مع كابتن ايهاب نقدر نتكلم مع كابتن نبيل بامانه طبعا ان حد بيشوفنا بقى وفي الكلام ده حاسين لو في حاجه بتروح. طب ده على فكره هو ده اساس المكسب مش تبقوا فاهمين ان انت تحس ان انت في بيت واحد واسره واحده ده مهم جدا والله. برضك بص انا برضك بشكر يعني انا لما جيت النادي الاهلي طبعا انت جاي جديد على النادي انا بتكلم معاك بتوع الولاد والبنات المدربين. انا بالامانه اهو انا يعني بقى لي 10 سنين في اليوبلس انا ما شفتش مدربين زي مدربين النادي الاهلي. كلهم واقفين ورايا كلهم بيحبوني كلهم اول ما كسبت كلهم ورايا وجايين يعني حتى انا برضو ما بسيبهمش. كابتن عمر هاشم كابتن محمد اشرف توفيق كابتن احمد الجرحي علي هاشم كل حته كابتن احمد الجزار احمد قطاع الناشئين مدربين قطاع الناشئين ولاد وراك انت حتى كقطاع كلهم. انا والله بجد انا بحبهم جدا الصراحه وحتى لو في ماتش ميني باسكت تلاقيني وراه ورا كابتن عمر هاشم ورا علاء ورا كلنا بنحب بعض الصراحه. انت مجتهد يا كابتن استحاله قوي تلاقيها في اي نادي تاني. انت مجتهد واكيد ده هم حاسين ولامسينه واكيد بشكر والدتي الصراحه يعني والدتي يعني ست الكل طبعا. لا ربنا يخليها لي الصراحه ربنا يخليها لك بنوجه لها كل التحيه الام هي الاساس طبعا في كل شيء. نورتوني شرفتوني الحقيقه الوقت مر بس طبعا معانا طبعا نجمات الفريق هينضموا لنا في الفاصل. بشكرك يا كابتن خالد عايش من جزيره نورتوني شرفتوني الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. وبشكر طبعا حور عبد الظاهر ان شاء الله نجمه المستقبل باذن الله زهران على طول. بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني. بشكر طبعا جايده خالد نورتيني وشرفتيني وعايز دايما مشاغبه كده نتقابل كمان سنه وسنتين بس عايزك في الملعب تقطع الدنيا. بشكر طبعا جنى المعوض بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني وان شاء الله برده الثلاثات عايز تتكلي على الثلاثات عشان انا تهمني قوي الثلاثات. بشكركم ويا جماعه فاصل هنستقبل طبعا اربع لاعبات من النجوم او النجمات اللي ادوا دور كبير جدا في فوز فريق ببطوله القاهره. فاصل سريع وارجع لحضراتكم.
اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في لقائنا مع فريق 14 سنه الناشئات اللي فاز ببطوله القاهره. الحقيقه انجاز كبير، فرقه اشتغلت على نفسها، مدرب محترم، دعم من النادي، هيكون نواه كويسه جدا للفريق الاول. الحقيقه مش هيبقى عمرك ما عندك فريق اول كويس لما يكون عندك قطاع ناشئين او ناشئات محترم بيخرج لك كل سنه 2 أو 3 لاعبات. الحقيقه ده اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. خلينا نرحب بلاعباتنا اللي انضموا لنا في الاستوديو. برحب الاول بجمانه طارق، منورانا جمانه والف مبروك والف سلام عليك. الف الله يسلم حضرتك. برحب طبعا بفرح حسام لعيبه الفريق، منورانا يا فرح والف والف مبروك. برحب بهدافه الفريق وهدافه البطوله نوره محمد، منورانا يا نوره منورك والف مبروك. الله يبارك. برحب بجنى الالفي طبعا نجمه الفريق وبنت كابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق السيدات، منورانا والف مبروك. خلينا نتكلم مع حضراتكم ان فريق الناشئات او قطاع الناشئات غير الولاد، الولاد يمكن الفريق او الناشئ بيبقى 18 سنه او 19 سنه ممكن يطلع الفريق الاول، انما في الناشئات لا، الموضوع بيبتدي بدري شويه، ممكن على سن 14 15 سنه يبتدي الفريق الاول يستعين ببعض اللاعبات. يمكن عايز اتكلم مع جمانه الاول. جمانه خلينا اسالك، انت كنت تعبانه وخبيتي على الكابتن، الكابتن فضحك دلوقتي وقال عنك انت كنت تعبانه وما قلتلوش وخدتي حقن، حتى بابا نفسه لما قابلته في النادي قال لي كده. احكي لي ايه قصه التعب ده يا جمال؟ ده حقيقه بسبب ان انا كان ساعتها عندنا ماتش دجله، وبعد كده المفروض عندنا يوم راحه، وبعد كده تاني يوم ماتش الفاينل مع الزور. بعد ما خلص ماتش دجله كنا تعبانين وكده، فتعرضت للهواء. تاني يوم ماتش الزور على طول ولا كان لا كان في يوم راحه؟ يوم راحه. فانت خلصت الماتش كنت تعبانه شويه، فيعني كنت تعبانه شويه في دجله، فبعد كده تعرضت للهواء فعيت. فبعد كده جيت بقى على يوم ماتش الزهور كنت تعبانه، كنت الصبح ما كنتش قادره اصلا، كنت سخنه وكان حرارتي كام ساعه يا جمال؟ لا مش متذكره، درجه زياده مثلا او حاجه، بس طبعا كتير على يعني ماتش النهائي. ايوه طبعا، وكان ساعتها كمان جسمي متكسر، فساعتها رحت نزلت اخذت حقن علشان اعرف العب الماتش والحمد لله. ده الحقن دي اي بنت بتترعب من الحقن؟ انت خدتيها عشان تلعب؟ لا انا عادي جدا، انا متعوده من سبب ان انا يعني تقريبا كل ماتش لما بعيا تقريبا كسايه بتبقى ماتش الظهور لازم اخد حقنه. الظهور ظابط معاك؟ يعني انت قبل كل ماتش الظهور معروفه فين الحقنه؟ أيوة حتى لو مش تعبانه. اه فين الحقنه يا جماعه ده ماتش الظهور جاي. لا هي حتى السنه كنت مصابه، اتصبت في ماتش دجله اللي قبله، فطبعا بقى اخدت بقى قعدت حاجه 48 ساعه بس انا بحط ثلج على ركبتي. يا خبر ابيض. عشان انزل العب الماتش. برافو عليك، برافو عليك، ولعلمك ان انت تهتم بنفسك وصحتك دي اول يعني اول طريق المكسب. خلي بالك يا جمان، اكيد بابا بيقول لك كده. طبعا حافظه الكلام ده كتير. طب قولي لي بقى، بابا بيقول لك ايه قبل الماتش؟ بابا بيقعد يقول لي ركزي في الماتش، احنا عايزين ناخد اول ان شاء الله، انتوا كلكم لعيبه كويسين وعايزين نركز في الماتش، لازم ناخد اول، لازم ما نخليش ان الزور يعلم علينا مرتين، لازم يعني لازم نكسره علشان لما نيجي في الجمهوريه نبقى احنا كاسرين واخدين اول، يبقى الفرق بتخاف مننا. خلي بالك باباكي كان في الملعب برضه عنده حماس كده وكان غلاوي برضه، فاكيد بيديك الحته دي. طب قولي لي يعني، خلينا نتكلم، انتوا كفرقه واحده قلت لحد ان انت تعبانه؟ قلت لحد ان انت عيانه ولا الفرقه ما كانتش تعرف؟ لا ممكن كانت فرح بس تقريبا هي اللي كانت يعني اللي انا كنت فرح كانت قاعده معاها وخبت عليكي. طب انت بس سمعت انت عملت ماتش كويس واديت اللي عليكي الحمد لله، وراضيه عن نفسك بالبطوله دي يا جمال؟ الحمد لله، يعني احنا ساعتها ان احنا عشان ناخد اول وخدنا، فطبعا يعني الواحد لازم الحمد لله راضي عن نفسه ان هو لعب، وساعتها كمان لما يبقى عيان وينزل ويلعب ونفس الكلام، الحمد لله ان هو كان لعب حلو وكده، فده طبعا يديله ان هو يبقى حماس، يبقى هو كويس، يشدنا حيله عشان لسه في جمهوريه ونركز. كمان لما نطلع جمهوريه احنا اول غير لما نطلع جمهوريه واحنا تاني مثلا؟ ما اول هيخافوا مننا، تاني مش هيبقى اللي هو خوف قوي. وانت شايفه طب الجمهوريه ممكن برضه نحقق المكسب ده؟ يعني ان شاء الله، بسبب يعني احنا يعني الفرق بتخاف مننا، واحنا كمان حتى اللي هم بتوع الاسكندريه احنا لعبناهم الحمد لله وكسبناهم، فدي تبقى فرصه ليا ان احنا كسبناهم لما لعبناهم ودي، فدي حاجه كويسه ان احنا بنلعبهم رسمي، يبقى احنا لا كسبناكم قبل كده، فنبقى احنا معلمين عليكم اصلا ودي لازم. السلام عليكم. والله يا جمان على فكره الجينات فارقه جدا جدا. يعني الجينات ما شاء الله يعني لا مؤثره تمام، يعني كابتن رياض طارق وكابتن عبداري كمان طبعا الجينات ما شاء الله. لا بس دي حاجه تخليك يعني ترفعي راسك، فخوره بيها طبعا، يعني فخوره جدا ان انا جيت بابا كان بيلعب حلو وكمان كان الناس بتتكلم عليه، وجد عبد الباقي طبعا دي اسمه، فدي حاجه ان انا لحد ابقى انا فخوره بيها. ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. اروح لهدفتنا طبعا نوره، الف مبروك طبعا على البطوله ومبروك على التهديف، يعني تبقى احسن هداف دي حاجه كويسه جدا. كلمينا عن البطوله نوره، وكلميني عن مركزك وبتلعبي ايه وايه اللي بتميزي بيه؟ انا بلعب خمسه،
يعني ايه؟ لا انا لا، انت بتلعبي بوزيشن 5، خلينا نتكلم نقول ايه اللي بتميزي بيه؟ هل بتحبي تلعبي وان وان بظهرك اكتر؟ بتحبي بتخشي في الفولو اكتر؟ يعني تهديفك اكتر نقط جبتيها من تهديفك الرابع عليه؟ هو اكتر حاجه جبتها يعني عشان اخد هداف البطوله اللي انا كنت بروح على كل كوره بلمها ريباوند واطلع احطها بس حتى لو زمايلي جاله بتخش وراهم او زمايلاتك جاله بتخشي تلم الكوره يعني في اوفنس وديفنس انا كنت ادخل الم الكوره ويعني في الاوفنس واطلع احط كوره، دي كانت اكتر سكور جبت فيها. وده دورك الكبير الاهم، ولان دي بتبقى باربعه بونت، لان انت في كوره جالناها بدل ما الفرقه الثانيه تاخدها وتحطها انت بتحطيها دي باربعه بونت. طب خليني اتكلم معاكي في حته برضو اللعب وان ان وان، دورك في السكرينات مع فرقتك خمسه او البوزيشن خمسه ليه دور كبير. بتعملي ده ازاي؟ هل بتساعدي فرقتك ازاي؟ في سكرينات بتعمليها، بتفضي زمايلك، بتستلم الكوره، ممكن تلعبي وان ان وان وتطلعي لحد يشوط، دي برضو يعني ميزه كبيره الخمسه واكيد دي عندك. ايوه انا كان اكتر ماتش كنت بلعب 1 1 فيه هو ماتش الجزيره. ليش معنى في حد طويل او حد جامد هناك عندهم؟ في بنت طويله هناك كانت في طرف الجزيره. هي طبعا كانت بتعمل ديفنس حلو جدا، بس انا كنت برضو بلعب معاها 1 1، ده كان اكتر يعني ماتش بلعب فيه 1 1 حلو. وطبعا كنت بعمل سكرين للميكروات بتوعنا والكترات. كنت بعمل سكرين يروح الباص. لعبتوا كام ماتش يا نور؟ لعبنا خمسه. خمسة حطيت فيهم كم نقطة؟ ولا مش فاكرة؟ يعني هو تقريبا قريب بالافريج كده اكتر من 60 بونت او 60 بونت في خمسة، يعني تقريبا حاطة في الماتش حوالي 15 نقطة تقريبا 15 نقطة. ده بس لا مش كل الماتشات، يعني كان ماتش الجزيرة هو كان اكتر ماتش حطيت فيه سكور، كان اكتر يعني كان تقريبا 20 بونت يعني او اكتر من 15 ما هو بالافريج تقريبا، بس متوسط تقريبا 15 نقطة في الماتش في سنك ده كتير. بس انت ما شاء الله يعني انا شايف ان ممكن بعد سنتين ثلاثه نشوفك في الدرجه الاولى بشكل كبير ان شاء الله. طب قولي لي كابتن ايهاب الالف المدير الفني في الفريق الاول اتكلم معاكي، هل طبعا كابتن ايهاب يعني هو جالنا في ماتش الظهور كان بيشجعنا كويس قوي، كان يقدر يقول لنا ان شاء الله انتوا هتاخدوا اول، كان لما كنت نطلع تايم اوت ولا حاجه كان يقدر يجي ترمي ريباوند هايل اطلعي على الباسكت والعبي 1 1، يعني كان واقف في ظهركم جامد بيدعمنا. طب اتمرنتي مع الدرجه الاولى او ما اتمرنتيش لسه؟ لا لسه. بس خد بالك سوسانه او اتنين وبتهيألي يعني هتدي منكم لعيبه هتطلع الدرجه الاولى، فلازم تبقوا جاهزين. طب قولي لي يعني خلينا نقول غير ماتش الظهور جامد وكامد وكان له حسابات ثانيه، ايه الماتش الثاني الجامد اللي انتوا لعبتوه؟ ماتش وادي دجله. وادي دجله كان جامد، وادي دجله في السن ده كويس. كسبناه قد ايه يا نور؟ كسبناه 11. فرق 11 مرتاح برضو الحمد لله، حتى الظهور كسبناه فرق 12 بونت صح يا نور؟ 12 بونت. طب كلميني عن ماتش زور شويه، يعني يمكن قبل المباراه كان في شويه يعني هو طبعا كنا كلنا متوترين خايفين يعني يعني خايفين حد مثلا يضيع الكوره ترد علينا في وسط بريك، يعني كل واحد كان خايف يلعب. بس بعد كده لما دخلنا في مود الماتش بقى ودخلنا بدانا كل واحد يطلع اللي عنده ونلعب، نسيتوا بقى ان ده ماتش وبدات تلعبوا بقى وبدانا حتى احنا نزلنا كسبانين من الاول، كسبانين كتير يعني 10 بونت من الاول. صحيح. ريحكم ايه؟ ارتحتوا يعني؟ احنا يعني كل واحد بقى دلوقتي يقدر يعمل يعني مش خايف لو شاط مثلا او عمل حاجه لسه. صحيح صحيح. الف مبروك على هداف والف مبروك على البطوله. الله يبارك في حضرتك. يمكن اروح لفرح. فرح انت شكلك شويه كده ايه يعني حبوبه والبنات وكله يعني حتى عارفه سر جمانه. طب قولي لي يا فرح كلميني عن البطوله، اولها ايه؟ ابتديتوا ازاي اول ماتش؟ كان اول ماتش كان سهل بالنسبه لنا. احنا ممكن يكون اصعب ماتشين قابلناهم هو الجزيره والظهور. ودي دجله دجله كان بالنسبه لنا ما كانش صعب قوي يعني. ما كانش صعب، هي فرقه كويسه بس كان الماتش سهل. بس احنا كنا بالنسبه لنا كان سهل عشان كنا كسبناهم في الاول. تمام. في الدور الاول. في التمهيدي. فالحمد لله يعني كنا في ماتش الظهور كنا كسبنا كنا كسبانين في اول كوارتر، لكن الكوارتر الثاني وقعنا شويه، لكن الحمد لله لما نزلنا كلنا ثاني وشدنا حيلنا في الكوارتر الثالث والرابع لا فكسبنا الحمد لله فرق كتير. انت بتلعبي صانع العاب بلاي ميكر صح؟ قولي لي بقى انت يعني اكتر حاجه بتحبيها في المركز ده تحبي تعملي ايه؟ بحب اعمل اسيستات كتير جدا. برافو عليك. يعني مثلا جمانه في ماتش الشمس كنت داخله وهي 2 1 قمت لها باك باس بايدي في جريت، يعني بحب اعمل اسيستات كتير جدا. تبقي سعيده لما زمايلك هم اللي يسجلوا وتبصي لهم وكده. طب يعني مش غريبه شويه ان الواحد برضو بيحب يلعب على الباسكت بتاعه؟ لا مش هخش في زحمه يعني بكون فاضي بخش كتير وبشوط كتير يعني. برافو عليك. طب قولي لي يعني مين من الفرق اللي ممكن نلعبها جامدين غير دول؟ يعني احنا لعبنا الجزيره، لعبنا الزهور، مين في اسكندريه جامد ممكن نشوفه؟ ممكن سموحه. سموحه وايه؟
سموحه بس. سموحه مفيش سبورت سبورتنج ما عندكوش نفس السنه؟ سبورتنج لا، احنا كنا كسبناهم جامد، كسبناهم فرق كتير واحنا هنا كنا بنلعبهم ودي. ودي. طب وليه يا فرح ايه الكابتن كان بيلعبكم مع 16 سنه الاكبر منكم؟ ما كنتوش بتبقوا قلقانين؟ بتنزلوا تلعبوا جامد؟ لا كنا بنلعب جامد لكن مش قلقانين عادي يعني. كنا بنلعب عادي. تقدروا تلعبوا؟ طب وفتره الاعداد انتوا ابتديتوا برده جامد وشغل ما زهقتيش يا فرح بالنص كده قلتي لا انا عايز اقعد عايز اخرج عايز لا بصراحه لا انا كنت بحب العب كتير جدا يعني، كنت مثلا بحب اروح التمرين بدل ما اقعد اذاكر يعني، كنت بحب كتير جدا اروح التمرين. برافو عليك، حابه اللعبه جدا. برافو، عشان كده هتبقي كويسه باذن الله. الحمد لله. خلينا اتكلم معاكي يعني جنى الالفي، طبعا زي ما بيقول الجينات يعني طاغيه شويه. قولي لي يا جنى انت ما شاء الله عليك، انا بتفرج عليك في التمرين حتى بتحب اللعب، قاعده في الملعب على طول بتتمرني، كلميني عن البطوله وكلميني انت يعني اكتر اللحظات اللي فرحتي فيها في البطوله ايه؟ اكتر موقف فرحت فيه لما الحكم صفر وكنا كسبانين، دي يعني دي اخر يعني السنه اللي فاتت خسروا من الزهور، فدي حاجه تفرح لما السنه دي ابقى معاهم وكمان اشارك معاهم وكسبنا. برافو عليك. وقولي لي ماتش الزهور ما كنتيش قلقانه؟ لا ماتش ظهور ما. انا ما بخافش من اي ماتش، انا على الاقل اللي هو هبقى متوتره وداخله مش هعرف اركز، ما هبقى انا في التوتر. صح. طب قولي لي بابا بيقول لك قبل الماتشات؟ لا بابا بيشجعني جامد قوي، هو ومامي يعني حاجات كتير جدا يعني، بيقول ما تخافيش ده ماتش عادي هتبقى كانه ماتش ودي عادي. الحمد لله بدخل وبعمل اللي عليا وفي الاخر برده بيشجعوني تاني. برافو عليك. طب قولي لي انت مين نفسك الاعلى، عايزه تبقي زي مين؟ بره مصر ولا جوه مصر؟ بره مصر ولا جوه مصر؟ لا قولي انت ما شاء الله. لا احنا عايزين جوه مصر. لا جوه مصر ممكن ريم موسى. ريم موسى ممكن. بره مصر ممكن يكون كايري ايرفينج. ما شاء الله. ما انا عايز اقول لك ان ريم ريم انا بحبها قوي حتى شخصيا ولعبيا كل حاجه طيبه قوي. خلي بالك محترفه كمان يعني. بتفكري في الاحتراف ولا بابا هيقول لك لا؟ اه طبعا ان شاء الله. بابا هيقول لك لا؟ لا 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 مسيطره ولا ايه؟ اه طبعا. طب قولي لي كلميني. طب اخواتك كلميني عنهم بقى. ما انا عندي ملك اختي اصغر مني بسنتين. تشجعيها؟ باسكت. اه طبعا طبعا بروح معاها. عندي انس ومعاذ بيلعبوا سباحه وبرده باسكت شويه. طب قولي لي بتروحي ماتشات مع بابا؟ اه. تشجعي فريق الدرجه الاولى وكل حاجه؟ نفسك تلعبي درجه اولى؟ ان شاء الله طبعا كلنا نطلع مع بعض اكيد. طبعا اكيد. طب قولي لي يعني نفسك تلعبي منتخب، نفسك تروحي بطوله بره؟ اه اكيد اكيد ان شاء الله طبعا. طب قولي لي مع كابتن خالد، كابتن خالد المدير الفني بتاعكم، لما اكيد كان بيتحمس كان ممكن حد يجي له كوره ممكن يزعق له؟ بتزعق له خالص كابتن خالد؟ كابتن خالد لما حد يضيع كوره يقول له عاش ولا يهمك ركز المره الجايه يعني كابتن ولا بيزعق خالص، حتى لو الشوطه ضاعت مره واثنين ما بيزعقش، بيقول عاش واجري المهم نرجع في الديفنس، اي كوره ضاعت المهم نرجع في الديفنس. طب انتوا علاقه الود والحب اللي بينكم بالجهاز الفني بتفرق؟ انا بصراحه عمري ما شفت فرقه كلنا تيم ورك جامد جدا بره الملعب وجوه الملعب بصراحه يعني. حاسه ان انا مبسوطه قوي ان انا جيت اصلا معاهم. اسرتك صح وحاسه ان حركتك حاسهم اخواتي، اخواتي مش زمايلي مع الفريق، بالعكس اخواتي كلنا قلبنا على بعض كلنا عايزين نكسب يعني. صحيح. حتى فرح دي فرح انت حاسه برضو نفس الكلام انتوا كلكم؟ اه اكيد كان كل برضه حور بتشجعنا كتير جدا، في كلها بتشجع حور بعض حور. اه ما شاء الله حور على طول كلنا تيم ورك جوه الملعب. ممكن اكون مثلا حد لعب حور عشان هي كابتن الفرقه حور عبد الزهور. اه طبعا ممكن يكون حد مثلا لعب لوحده حور بتشجعه، ضاع ما ضاعتش حور بتشجعه، بالعكس نوره بتساعدنا برضو ونجار وجايده وحور برضو بيساعدونا عشان الثري بوينتس بتاعتهم اربعه، فدي حاجه تفيد الفرقه. كل واحد ليه دور بيعمله، كل واحد بيساعد فرقته بدور يعني. حتى انا شفت دلوقتي حتى فرح بتقول انا بدي لزمايلي البساط يعني، حتى انت يعني حاسه بالدور اللي بتقدمه بصراحه منه. فرح اكتر واحده بتباص وبتظبط الملعب بالظبط. برافو عليك يا فرح انت كده انت كده بصي يعني ايه هتبقي مطلوبه حتى في الدرجه الاولى، هيقولوا احنا عايزين اللي بيباص ده. خليني برضو اتكلم معاكي يعني، شفتي يعني زمايلك بيقولوا لك او زميلاتك بيقولوا لك يا نور يعني انت بتساعدينا، انت نفسك في اول الكلام قلتي انا بخش وراهم حتى لو حد جلى، يمكن لما لعيب بيجلي ويلاقيك انت جبتها له بيبقى حماسه بيزيد يعني. كلميني عن الحماس اللي بيبقى في الملعب ده. هو طبعا يعني احساس، لا انا قصدي اقول ايه، انه مثلا جمانه بتشوط مثلا، خلي بالك الحته دي بتبان اكتر في الباسكت عشان في ريباوند، جمانه شاطت جلت لقيت نور دخلت خدتها ولمتها وحطتها، جمانه مش قلقانه. اه عشان في حد يعني برافو عليك هو ده اللي في ظهرها يعني اللي ممكن. برافو عليكي عشان كده ده دورك مهم يعني. انت حتى بتدي الثقه للاعبات يعني، جمانه بتضحك انت بقى انت جلتي كتير ولا ايه؟ يعني يعني قصدي اقول ان هو الواحد لما بيكون هو في ظهر فرقته بالدور اللي بيقوم بيه بيبقى الموضوع مؤثر جدا. اه طبعا. وبرده هما برده كانوا بيدوني اسيستات يعني، برده كانوا كنت بطلع حاطه باسكت بيها، ده اللي كان بيزود السكور بتاعي برده.
يعني برضو هم كانوا ليهم برضو دور. طب انت لما قالوا لك انت هدفت البطوله كنت متوقعه ده ولا لا؟ لا ما كنتش متوقعه الصراحه يعني هي اول مره صراحه يدوا جوائز كده. ما كنتش متوقعه الصراحه. كنت شايفه انبسطتي؟ طبعا فرحت جدا. طب زمايلك عاملين ايه؟ زمايلك عملوا ايه؟ قعدوا يهيصوا ونقولوا فرح عملت ايه بقى؟ فرح عملت ايه؟ فرح لا ما خدتش بالي. كلنا قلتنا على نفس الصور مش باينه وانا بستلم الجايزه. كان زمايلتك كلهم خدوا الكاس. يعني وانا بستلم الجايزه قعدوا يقولوا اسمي وكده. اتبسطتي قوي صح؟ طبعا بس ما كنتش متوقعاها الصراحه. بابا وماما سجلوا اللحظات دي ولا لا؟ طبعا كانوا برضو بيشجعوني. طب مين بقى بيتعب معاكي بابا ولا ماما؟ ماما اكتر. اكتر صح. احب انا الاجابات الصريحه مش الاثنين. لا مش حاجه اسمها اثنين. وانت بقى ماما والبابا بيتعبوا معاكي؟ السؤال ده بابا. لا بابا عشان بيبقى تمارينه وماتشاته ومسافر وشغله وكده. ده حقيقه. فاللي هو ماما ممكن مثلا ترجع من الشغل عشان تلحق توديني بيبقى مثلا دروسي واخويا عشان تمارينه. فلازم طبعا نلحق ان انا اخلص مدرسه عشان الحق درس والحق البس واوقات جدا باكل في عربيه وده بيبقى ده الطبيعي ده اللي احنا بنعيشه كلنا. ربنا يوفقك يا رب. وانت نفس الكلام يا فرح يعني انت بنفس القصه. مين بيتعب معاكي؟ لا انا بابايا ما كنتش فاضي لي عشان شغله وكده بس بيجي لي كل الماتشات. كل الماتشات ماتش. بس بيروح معاكي التمارين ويجي ومامتك كله وحتى المذاكره وحتى ابوظي او اخويا اكتر واحد. انت ساكنه فين؟ انا في مدينه نصر. برضه مشوار تيجي الجزيره برضه ده مشوار صعب. لا ما هو مش دايما هم اتنين بيبصوني بس ساعات باجي مع اخويا وهو بيبصوني كده. ان شاء الله نورتوني وشرفتوني يا جماعه. يعني بجد انا سعيد بيكم جدا. احنا فرحانين قوي لو ده احنا جينا وحضرتك هنا. لا ده انتوا مش انتوا ان شاء الله خدوا بطولات بس كده وانتوا تبقوا معايا على طول. ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر جمانة طارق طبعا وبشكر نوره محمد وبشكر فرح حسام وبشكر جانا الالفي. اعزائي المشاهدين طبعا الوقت مر سريعا. هنطلع دلوقتي طبعا فاصل وهينضم ليا طبعا كل النجوم. الحقيقه احنا طبعا كما تعودنا في تكريمنا للضيوف بنكون بنجيب تورته وطبعا اكيد بنحتفل بيهم ولكن النهارده مش هنقدر نعمل كده طبعا لانه يعني حزنا على عمر زياد الحقيقه. ولكن احنا كل اللي هنقدر نعمله ان احنا ناخد صور تذكاريه مع بعض في استوديو ملوك الصالات. خلينا اقول لحضراتكم ان احنا اخر حلقه في اي انجاز. الانجاز بيبتدي في الملعب من الابطال والبطلات اللي بيبقوا قاعدين معانا هم دول يعني اصحاب الفرح الحقيقي والانجاز الحقيقي. احنا مجرد ان احنا بنعرفهم بحضراتكم ونوريكم المجهود الاكتر. ايه هنطلع لفاصل ويرجع لينضم ليا ابطال فريق 16 سنه ناشئين وابطال او بطولات فريق 14 سنه ناشئات ناخد صوره تذكاريه ونطلع لفصل سريع وارجع لحضراتكم. قلنا لحضراتكم قبل كده النادي الاهلي منظومه كبيره، منظومه بتبتدي من مجلس اداره، النشاط الرياضي، اللاعبين، واجهزه فنيه، اجهزه اعداد بدني، منظومه كامله شغاله كل يوم بطولات وانشطه شغاله. الحقيقه النادي الاهلي لما نلاقي ابطال زي دول بيقدمهم للمنتخبات الحقيقه بتهيألي دي اكبر هديه ممكن يقدمها النادي الاهلي سواء كوادر فنيه اللي واقفين جنبي كابتن احمد الجرحي، كابتن خالد عياد، اكيد مجموعه اللاعبين واللاعبات اكبر هديه ممكن يقدمها النادي الاهلي المصري انه يطلع ناشئ فنيا ونفسيا وسلوكيا جاهز انه يقدر يتحمل المسؤوليه ويقدر يشيل الرايه باسم مصر طبعا. فاكيد ده حاجه كبيره جدا بيقدمها النادي الاهلي. احنا طبعا زي ما تعودنا مع حضراتكم احنا بنقطع تورته ولكن النهارده يعني اليوم حزين على النادي الاهلي اكيد طبعا عمرنا ما هننسى عمر زياد. فطبعا احنا هناجل ده الموضوع بس طبعا لازم يكونوا معانا وما يخليناش ابدا ننسى تكريم الفرق. الحقيقه يعني ببارك تاني فريق 16 سنه بقياده كابتن احمد الجرحي ضيفي. يعني الف مبروك يا كابتن وان شاء الله مزيد من البطولات ومنورينا دايما في الاستوديو ان شاء الله باذن الله. وطبعا ببارك طبعا لكابتن خالد عياد وفي 14 سنه الناشئات بطوله عزيزه بطوله القاهره ان شاء الله بطوله الجمهوريه بتاعتنا باذن الله. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه ونتمنى ان شاء الله نلاقيكم تاني في ملوك الصالات في ماتش في رحله في تكريم في رحله لا تنقطع جوه النادي الاهلي. الحقيقه شغل يعني زي ما بيقولوا 24 ساعه شغل عشان نقدر نوصل لحضراتكم البطولات دي ونجيب البطولات دي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى لقاء اخر مع ملوك الصالات. شكرا جزيلا.